السلام عليكم. كنتم طيبين؟ السلام عليكم. الله يسلمك. الله يسلمك ان شاء الله. في في سيف مش ما دوستش على الزرار بتاع الواي فاي، لو سمحت تدوس عليه يا سيف. سيف؟ سيف؟ طيب ما علينا، هنتكلم نظامنا في العمل الفيزياء السنه دي ان شاء الله هنعملها اونلاين، يعني الشغل نظامنا السنه دي اونلاين. اونلاين ده ميزته ان هو ما بيستعملوش غير الطلبه الشاطرين اللي هو بيحاول يخاف على وقته في النزول ويكون مواصلات الساعه الشتاء والمنطقه في الشارع، لكن لما بيبقى نظام اونلاين بيبقى هو ده، هو قاعد في بيته وانا قاعد في بيتنا وكله بيستفيد، واللي بيحصل كان بيحصل في السنتر بيحصل اكتر منه هنا واحنا اونلاين. برضه في ناس ما بيسجلوش بالكامل. سيف؟ لسه سيف برضه. ما علينا، نظامنا ان شاء الله. ايوه يا مستر. حد عايز حاجه؟ انا سيف. ايوه يا سيف. في زرار الكاميرا اقفله. زرار انا قافل الكاميرا. قافل الكاميرا، يعني انت مش باين عندي كاميرا ليك خالص. لكن باين الصوت بتاعك، اول ما شغل حاجه مش هتفرق معانا في حاجه. ايه نظامنا بقى في الفيزياء ان شاء الله؟ الفيزياء باذن الله نظامنا فيها بيبقى حصتين في الاسبوع او ثلاثه بمعنى صح، ازاي تبقى بمعنى صح؟ يعني ناخد فيزياء رئيسيه دي بقى يوم السبت الحصه الرئيسيه بتاعتنا. طب لو انت عندك بقى مشاكل في المنهج وده هيبقى كتير طبعا، ومشاكل في الحل بدي لك كمان ميعادين تانيين، بندي الثلاث الساعه 8 والخميس الساعه 8، ده لو مشاكل كبيره عايزه اعداد. يبقى الفيزياء هنعملها ثلاث مرات في الاسبوع، مره اساسيه وبعدين مرتين تانيين اللي عنده بقى مشاكل بنشوفها معاه وهو قاعد في بيته واحنا في بيتنا. طيب اللي احنا هنعمله بالظبط في المحاضرات الاسبوعيه دي؟ بنجاوب على كل سؤال. احنا السنه اللي فاتت حلينا، والله العظيم وبحلف، حلينا المعاصر كله فيديو، يعني المعاصر كله اتحل فيديو. النولج بانك المعرفه، بنك المعرفه اتحل كله فيديو، مش كتاب بس، اتحل فيديو وفي وجود الطلبه. ده اللي حصل السنه اللي فاتت. بالنسبه لنا برضه في ماده الفيزيكس بيبقى في امتحان الكتروني قبل كل محاضره، يعني قبل كل محاضره بساعه هبعت لك امتحان هتحله وتبعته لي على الواتس، امتحان الكتروني، وبيبقى في واجب الكتروني على كل محاضره هنعمله. الميزه بقى اللي احنا متميز بيها هنا عندنا في الشغل ان انا المحاضره بتبقى بتتسجل يوتيوب، هتتسجل على اليوتيوب، بس بيبقى لك السنه كلها مفتوحه. يعني في اي وقت في السنه عايز المحاضره الاولانيه هتلاقيها عندك، الثانيه عندك، الثالثه عندك، بيوصلوك كلهم بالليل، يعني على بال ما نخلص المحاضره ساعتين ثلاثه كده اعمل الفيديو مونتاج وببعته لك. الفيديو ده ما بيتقفلش، بيفضل موجود لغايه اخر يوم في السنه. او بمعنى اصح بتاع السنه اللي فاتت نفسه انا لسه ما قفلتوش لغايه دلوقتي. طيب لو انت بتذاكر عملت اي مشكله مش لازم تستنى يوم الثلاثاء او يوم الخميس، اكتب على الواتساب على طول عندي مشكله في الصفحه الفلانيه، هتلاقيني على طول بظهر لك ربع ساعه واحل لك المشكله لو هي بسيطه، لو هي كبيسه بقى حاجه عايزه قاعده وكده يبقى بنعملها يوم الثلاثاء او يوم الخميس. ايه ثاني قبل ما نخش في الموضوع؟ يبقى ميعادنا الاساسي هيبقى يوم السبت والثلاث والخميس، دول اللي عنده مشاكل فيهم هيلاقيني موجود فيهم على طول. برضه يوسف طارق في عنده مشكله الصوت، حاول يا جماعه النبي الزرار اللي هو فيه واي فاي، واي فاي دوس عليه، لو دوست على زرار واي فاي هيبقى لو انت اتكلمت اقدر اسمعك. يوسف طارق خلاص كده اتظبط الحمد لله. يبقى هو سيب بس اللي عنده الفيديو مش مظبوط قوي بس مش مهم. النظام بقى الشغل بتاعنا بنبدا اول حصه حاجه وانا بشرح يا جماعه، وانا بشرح اسال زي ما انت عايز، وانا بشرح اسال زي ما انت عايز. طب هتسال ازاي؟ هتسال ازاي؟ على طول بتيجي انت على الزرار بتاع الصوت اللي هو علامه الكاس عليها خط كده احمر مايل، الخط ده هو موجود يبقى صوتك مش جيد، لو دوست عليه الخط هيشيل هقدر اسمعك، هقدر اسمعك على طول، تقول لي مشكلتك احلها لك على طول. وربنا يوفقكم. يبقى ومعظم الناس اللي هم حاضرين في المجموعه ديت كان لهم قرايبهم قبل كده عندنا، والحمد لله كانت نيران تشرف زي ما انتم برضه هتشرفونا اخر السنه باذن الله. لو حد سالني على مستوى امتحان السنه اللي فاتت، امتحان اللي فات ده على طول كان مستواه فوق المتوسط، يعني مش متوسط، فوق المتوسط، فوق المتوسط. الحاجات كانت تعجيزيه فيه، كان في حاجات تعجيزيه فيه خمس اسئله، يعني خمس اسئله من 50 هم دول كانوا فيهم مشكله، كانوا شبه من بره المنهج او مكتوبين غلط، بس عدت العمليه الحمد لله والناس جو كويس. بس هو بقى مش هيبقى فيه فول مارك بعد كده، يعني ما حدش هيقول بقى فول مارك فيزياء بعد كده. بنبدا اول حاجه ريفيجن سريع على ثانيه ثانوي، ريفيجن سريع على ثانيه ثانوي. كانت في حاجه في ثانيه ثانوي خدتوها اسمها الميجرنج يونت، الميجرنج يونت وحدات القياس، اللينس او الديست. وانا بشرح لو عوزت اي حاجه قول لي، لو عوزت اي حاجه وانا بشرح قول لي. يفضل برضو ان انت تكون شغال على لابتوب مش موبايل، موبايل هتبقى صعبه بالنسبه لك، الكلام يبقى صغير، لكن لو هو ما فيش غير كده يبقى امر ربنا، هنعمل ايه؟ براحتك خالص. وانا بشرح عوزت اي حاجه اسالني على طول.
بعد ما خلصت وقفلت ورحت انام، عوزت حاجه اتصل بيا هرد عليك والله على طول. انا راجل عجوز ما باخدش كتير، قاعد على طول على الواتساب، فاي وقت هتكتب في حاجه هتلاقيني ارد عليك خلال دقائق فيها. هنتكلم على الميجرنج يونت بالنسبه لللينس او الديستنس. اللينس او الديستنس بتتقاس بالمتر. طب هو في المسائل مش هيديها لك بالمتر، هيديها لك بالكيلومتر. لو اللينس او الديستنس اديها لي بالكيلومتر، الكيلومتر لازم احوله لمتر. من ثانيه ثانوي ومن ثالثه اعدادي عارفين احنا ان الكيلومتر بيساوي 1000 متر 10 باور 3 متر. يعني لو قال لي مثلا واحنا بندرس الكتريستي، لو قال لي عندنا الكيبل اللينس بتاعه 2 كيلومتر، ما ينفعش اسيبه كده في المساله، لازم ال 2 كيلومتر احلها اظبطها، يبقى 2 تايمز 10 باور 3 بقت بالمتر. ربما اللينس يجي لي في المساله بالسنتي، وده الاكثر شيوعا انه يجي بالسنتي، يروح جاي كده بالسنتي عادي ولا يهمك. بالسنتي بحوله المتر اللي بضرب في 10 باور نيجاتيف 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 2. يعني لو قال لي عندي واير طوله 4 سنتي، ما ينفعش ال 4 سم تيجي تتساب كده، لازم تتحول. هتتحول ازاي؟ اضربه في 10 باور نيجاتيف 2 يبقى بالمتر. المليمتر ممكن يجيب لي اللينس او الديستنس بالمليمتر. المليمتر بحوله المتر اضربه تايمز 10 باور نيجاتيف 3. واحد يقول لي يا مستر احنا الحاجات دي عارفينها، الحاجات دي التعريف ايوه، لكن في غيرك ما يعرفهاش او نسيها. وانت عارف بقت مشكلتها دلوقتي بالفيزياء ان المسائل الراجل بيحاسب على الحل الاخير خالص. يعني الاول المساله خطوات، الخطوه دي نص درجه ودي نص درجه ودي درجه، دلوقتي بقى هو على الرقم الاخير. فلو حاجه في الباور مش مظبوطه يبقى المساله كلها راجل ما شافهاش، يبقى ما شافهاش فتحس بانها غلط. والحاجات دي مهمه قوي. اللينس لو الديستنس توداني بالمليمتر احوله المتر، نعمله تايمز 10 باور نيجاتيف 3. حاجه كده معينه قال لي ان اللينس بتاعها او الديستنس بتاعتها 6 مليمتر، ال 6 مليمتر لازم تتحول لمتر، نعملها تايمز 10 باور نيجاتيف 3. في حاجه يونت اسمها المايكرو، المايكروميتر عربيتها لاتيني مايكرو، مايكروميتر غير المليمتر. الملي بتبقى الام سمول، اما المايكرو حرف كده لاتيني اسمه ميو. المايكروميتر بحوله المتر نعمله تايمز 10 باور نيجاتيف 6، تايمز 10 باور نيجاتيف 6 بقى بالمتر. حاجه معينه الراديوس بتاع اتوم، مثلا راديوس اتوم الراديوس ده كان 10 كان 8 مايكرومتر، كان 8 مايكرومتر احوله المتر اعمله تايمز 10 باور نيجاتيف 6 بقى بالمتر. في يونت عندنا اسمها نانوميتر، نانوميتر النانوميتر هي ان سمول ام سمول، ان سمول ام سمول بنضربها في 10 باور نيجاتيف 9 تبقى بالمتر. يعني قال لي حاجه كده الراديوس ده اتوم برضه كان الراديوس ده 10 نانومتر، النانومتر احوله لمتر نعمله تايمز 10 باور نيجاتيف 9 بالمتر. اخر حاجه في اللينس او الديستنس يونت اسمها الانجستروم. الانجستروم عباره عن حرف ايه كده كابيتال وفي دايره، ايه كابيتال وفي دايره. الانجستروم ده بيبقى 10 باور نيجاتيف 10 متر. حاجه على سبيل المثال حاجه اللينس بتاعتها او الديستنس كانت 12 انجستروم، 12 انجستروم، 12 انجستروم يبقى 12 تايمز 10 باور نيجاتيف 10 بقت كده بالمتر. اخطر حاجه في الفيزيكس هي التحويلات، التحويلات اي تحويله غلط بتطلع المساله كلها غلط. واحنا دلوقتي بقينا نتحاسب على الرقم الاخير في المساله وليس خطوات المساله. هو ده العيب الوحش في التعديل في التطوير اللي عملوه، ان بقى الطالب بيتحاسب على اخر 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 حاجه في المساله. فلازم التحويلات دي نحفظها صم. اللينس بالكيلومتر ادوني بالكيلومتر احوله المتر اعمله تايمز 10 باور 3، ادوني بالسنتي اعمله تايمز 10 باور نيجاتيف 2 بالملي، تايمز 10 باور نيجاتيف 3 بالمايكرو، 10 باور نيجاتيف 6 بالنانو، 10 باور نيجاتيف 9، واخر حاجه الانجستروم 10 باور نيجاتيف 10 بقت بالمتر. دي كده يونت اللينس، دي كده يونت اللينس. بعد كده هو الاريا، الاريا في المسائل كلها لازم تبقى متر سكوير، متر سكوير، متر سكوير. قال لي عندنا حته ارض بتجيلي الاريا بتاعتها بسنتيمتر سكوير، ما ينفعش. السنتيمتر سكوير لازم احوله لمتر سكوير. نعمله تايمز 10 باور نيجاتيف 4 بقى بالمتر سكوير. هي دي ازاي 10 باور نيجاتيف 4؟ ما هي سنتيمتر سكوير. يعني سنتي في سنتي. السنتي 10 باور نيجاتيف 2. والسنتي الثاني 10 باور نيجاتيف 2 بقى كلها 10 باور نيجاتيف 4. مثال يقول لي حاجه الاريا بتاعتها 14 سنتيمتر سكوير، 14 سنتيمتر سكوير، يبقى 14 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 بقت كده متر سكوير. اوقات يديني الواير نفسه، الواير الكفر واير سلك الحاجة بتاع الكهرباء بالمليمتر سكوير. المليمتر سكوير لازم تتحول لمتر سكوير. نعملها تايمز 10 باور نيجاتيف 6. جت منين تايمز 10 باور نيجاتيف 6؟ الملي لوحده 10 باور نيجاتيف 3. في الملي الثاني 10 باور نيجاتيف 3. 10 باور نيجاتيف 3 في 10 باور نيجاتيف 3 يبقى 10 باور نيجاتيف 6 بقت متر سكوير. حاجه الاريا بتاعتها 16 مليمتر سكوير. تتظبط قبل ما تتحط في المساله. يتزبط الرقم يبقى 16 تايمز 10 باور نيجاتيف 6 بقى كده متر سكوير، بقى كده متر سكوير. يبقى كده خلصنا الاريا، خلصنا الاريا. الاريا عندنا يا اما
يجيبها لنا بالسنتيمتر سكوير يا اما يجيبها بالمليمتر سكوير. هي لازم تبقى بالمتر سكوير. بالسنتيمتر سكوير يبقى اعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 4. جابها لي بالمليمتر سكوير يبقى اعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 6. الفوليوم. الفوليوم بيتقال بالمتر كيوب، الفوليوم بيتقال بالمتر كيوب، ما عنديش غير يونت واحده للفوليوم. السنتيمتر كيوب. واحد شاطر يقول لي يا مستر في الثانيه ثانوي كان في يونت الفوليوم باللتر. كان في يونت باللتر بس مش هتشوفها في ثالثه ابدا. اللتر دي مش هتشوفها في ثالثه ابدا، اشمعنى؟ اصل احنا في ثالثه بندرس الكتريستي كهرباء. يعني كل كلامنا على كيبلز، على كيبل، على حاجات سوليد. اللتر ده لما يكون حاجه ليكويد. يبقى ما عندناش اللتر خالص السنه دي، عشان كده مش كاتبها. السنتيمتر كيوب بتتحول لمتر كيوب، اعملها تايمز 10 باور نيجاتيف 6. مثال حاجه كده عندنا الفوليوم بتاعها 20 سنتيمتر كيوب، لازم تتظبط يبقى 20 تايمز 10 باور نيجاتيف 6 بقت كده بالمتر كيوب. يبقى الفوليوم بحوله بالمتر كيوب، ادوني بالسنتيمتر كيوب احوله تايمز 10 باور نيجاتيف 6. ادهولي باللتر مش علينا، فبالتالي انا مش كاتبها. يبقى دي الوحدات دي نحفظها صم، اي غلط وخطا في 10 باور كذا فيها المساله كلها تبوظ. التايم. التايم بنقيسه بالسكند، كل المسائل التايم بيتقاس بالسكند. طب لو ادوني بالميريت. الميريت هتتحول لسكند اللي بضربها بتايم 6. اجي اقول لك مثلا حاجه هتستغرق 4 مينت في ادائها. تقول لي ما ينفعش يا مستر اشتغل بالميريت، لازم بالسكند. يبقى 4 تايم 60 سكند، 4 تايم 60 سكند. لو اداني التايم بالاور، ادوني بالاور، ما ينفعش لازم بالزبد. الاور احولها لسكند. من اول لمينت تايم 60، ومن مينت لسكند تايم 60، يبقى 6 تايم 60 يبقى 3600 سكند. حصتنا مثلا ساعتين 2 اور، يبقى 2 وبعدين هنحول من اور لسكند نضرب في 3600 تطلع 7200 سكند. يبقى التحويلات ما بتشتغلش غير بالسكند، اديها لي بالمينت اضربها في 6، اديها لي بالاور اضربها في 3600. حاجه بسيطه سبيشال رولز انتوا عارفينها كلها، كل حاجه بنستخدمها عندنا. الاريا بتاعت السيركل ابقى حافظ ان هي باي ار سكوير، والار ده الريديوس بتاع السيركل، الريديوس بتاع السيركل، الريديوس بتاع السيركل. من الحاجات برضو السنه دي كانت غريبه، السنه دي هو الامتحان كله عباره عن ايه؟ اختيارات، اختيارات مش اكتر. فكان هو بيجيب البروف، يقول لك البروف ده بتاع كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، فانت بتختار. يعني كان البروف انت ما بتكتبوش، بتكتب بس ايه البروف ده كان عايز يثبت ايه؟ من خلال اربع اختيارات كان بيكتبهم. عشان انت في ورقه الاجابه كل اختياراتك هي عباره عن انك بتزود سيركل من الاربعه، يعني بتزود سيركل من الاربعه. يبقى اريا السيركل باي ار سكوير، حيث الار الريديوس بتاع السيركل. الاريا بتاعت السكوير. الاريا بتاعت السكوير بيبقى اللينس في اللينس. يعني اللينس باور 2، اللينس باور 2، حيث الاريا ده لينس سايد الواحد. لينس 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 قد بعض بالظبط، يبقى ده سكوير، ويبقى الاريا بتاعته ال باور 2. الاريا بتاعت الريكتانجل. الريكتانجل بيبقى لينس باي ويدز، لينس باي ويدز. اللينس اللي هو ال والويدز اللي هو دبليو. ادي الريكتانجل اهو ال في دبليو، الاريا بتاعته ال في دبليو، لينس باي ويدز، لينس باي ويدز. الفوليوم بتاع الكيوبويد. الكيوبويد ده الصندوق اللي بيجي لنا فيه التلفزيون، او اللي بيجي لنا فيه الثلاجه لما بنشتريها، او اللي بيجي لنا فيه الغساله، صندوق بيشكلها. الجنب ده اريته ايه؟ والهايت بتاعه، الهايت بتاعه ده الهايت بتاعه ال. الفوليوم بتاع الكيوبويد ايه في ال؟ الاريا اوف بيس في اللي هي في الهايت. الحته دي اريا ودي لينس. من هنا لهنا، اللينس من هنا لهنا. يبقى الفوليوم هنا اريا في لينس، الفوليوم اريا في لينس. خليك فاكر كويس قوي ان الماس بتاع اي جسم رو في الفي دنسي فوليوم من ثانيه ثانوي. الماس دنسي فوليوم، الماس دنسي فوليوم. الماس علامتها ام كابيتال، والدنسي علامه كده اسمها رو. رو دي الدنسي والفوليوم فول. يبقى الماس بتساوي دنسي فوليوم، الام بتساوي رو في الفوليوم. رو في الفوليوم، رو في الفوليوم. كنت عايز اسال سؤال واشوف حد يجاوبني عليه. ايه الفرق يا جماعه ما بين الماس والفوليوم؟ مين يعرف؟ الماس والفوليوم. دكتور دايس على ايوه ماشي يا محمد الجندي، رفع ايده ونزلها تاني. الفرق بين الماس والفوليوم. عمال يتلخبط. الفرق ان هو ده الوزن وده الاتساع. الماس هو التقل. اما الفوليوم هو ما تشغله. المساحه اللي هو واخدها. صح كده ولا ايه؟ ما تشغله الحيز اللي بتشغله في الاير، السبيس. على سبيل المثال لو جبنا بيضه وكرة بينج بونج. بيضه وكرة بينج بونج.
الاثنين نفس الفوليوم في الهواء صح معايا ولا ايه؟ لكن الماس بتاعت الماس بتاع البيت الماس بتاع كره البينج بونج يعني ممكن الريحه تمشي بعد بالظبط بس يبقى ليهم نفس الفوليوم ويختلفوا في الماس ويختلفوا في الماس دي بقى المعلومه تبقى عارفها بس الفرق بين الماس والفوليوم الماس لو في الفوليوم خلص الموضوع الكورس بتاع الفيزيكس السنه دي الكورس بتاع الفيزيكس عباره عن حاجتين فيزياء قديمه وفيزياء حديثه كلاسيكال فيزيكس ومودرن فيزيكس الكلاسيكال فيزيكس دي فيزياء القرن ال 19 بنقعد ندرس فيها كل حاجه فيها دي بنقعد ندرسها لغايه نهايه يناير ده الفيرست تيرم نهايه يناير اربع شابتر بياخدوا حوالي 6 اشهر وشويه بعد كده المودرن فيزيكس دي فيزياء القرن ال 20 دي بنقعد ندرس فيها حوالي شهرين فبراير ومارس بحيث احنا السنه دي بدانا مراجعه 1/4 يعني بدانا المراجعه من يوم 1/4 هتقول لي دي اربع شباتر ودي اربع شباتر طب ازاي دول خلصوا 6 اشهر ودول هياخدوا شهرين بس الفيزياء القديمه اكتر بكتير جدا عندنا من الفيزياء الحديثه الفيزياء القديمه عندنا حجمها اكبر بنفضل فيها عديد لغايه اجازه نص السنه اما الفيزياء الحديثه شهرين وتتقلب وبتخلص على طول بنكمل بقى موضوعنا النهارده ونتكلم بقى احنا دخلنا في الدرس خلاص دخلنا في سنه ثالثه هنبدا سنه ثالثه في ناس مش مسجلين معانا وهم حاضرين فانا بعرفهم اللي انا عارف ومش مش هشتق على حد النهارده يعني النهارده مش هعمل لهم بلوك بحيث يراجعوا نفسهم عشان كده حرام تحضر من غير ما تستاذن المستر بتاعك بس انا شايفهم ولا سامع انا عارفها يعني هنا اهو ايه بقى حكايه الالكتريك كارنت الالكتريك كارنت لو انا جبت لمبه وصلتها بسلك والسلك ده وصلته ببتري العلماء اكتشفوا حاجه غريبه جدا ان يعني لو انا جبت الكترون في حاله حركه الكترون بتتحرك ومشيتها في واير من التنجستن الواير ده يطلع ضوء اصفر اللمبه بتاع زمان اللمبه الازاز لو انا جبت الكترون بتتحرك ومشيت الالكترون اللي بتتحرك في ماده التنجستن في واير مصنوع من التنجستن الواير ده الومينيت يطلع منه لايت قال لك ده فكره حلوه قوي ده احنا كده ممكن نعمل اللمبه ان اللمبه ديت اجيب الكترون ومشيها في واير بحيث الالكترون دي لما تخش جوه اللمبه واير اللي جوه اللمبه من التنجستن يديني ضوء قال لك ده انا ممكن اعمل منها بالشكل ده اعمل لمبه مشكلتنا هنا ازاي اجيب الكترون بتتحرك ازاي اجيب الكترون بتتحرك تخش من الناحيه دي وتخرج من الناحيه الثانيه فهتعدي في الواير اللي متصنع من التنجستن الواير اللي متصنع من التنجستن لما يمشي فيه الكترون بتتحرك يشع ضوء اصفر ودي اللمبه اللي كانت موجوده عندنا لغايه يمكن 5 سنين فاتوا وبعد كده بدات تتلغي العلماء اكتشفوا ان لو جابوا الكترون بتتحرك ومشوها في غاز النيون الومونيت يطلع ضوء ابيض فقال لك ده حلو قوي كده ده احنا ممكن نعمل كده اللمبه النيون اللمبه اللي بتطلع ضوء ابيض اللمبه اللي بتطلع ضوء ابيض العلماء اكتشفوا ان لو جبنا واير ولفيناه على نوع من الحديد اسمه السوفت ايرون سوفت ايرون نوع من الحديد اسمه السوفت ايرون لو لفينا عليه سلك والسلك ده مشينا فيه الكترون خلينا فيه السلك ده فيه الكترون بتتحرك اكتشفوا ان بينشا حول الرود دوت الرود اللي الان ده بينشا حوله ماجنتيك فيلد يدور الرود يخلي الرود ده يدور فالرود ده لما يدور بكون انا مركب عليه ريش مروحه يبقى المروحه هتلف حلت غساله يبقى الغساله الفول اوتوماتيك اللي حلت عيدها هتلف اكتشافات ربنا حطها كده عشان نستفيد منها ربنا يحط الرول ويوحي للشخص انه ممكن يستفيد منها بايه الحاجات دي كلها بيبقى عباره عن الكترون بتتحرك طب انا اجيب منين الالكترون اللي بيتحرك دي اجيبها منين؟ قال لك بص كده لو انا جبت الباتري ده رمزها البطاريه ده رمزها عمود طويل وعمود قصير عمود طويل وعمود قصير لو جبت بطاريه وصلتها بتو واير وصلتها ادي واير وادي واير تاني وحطيت لمبه قال لك عشان اللمبه دي تنور لازم تبقى الالكترون بتتحرك في حاله حركه لو الالكترون ثابته في الواير مش هتخش الالكترون جوه اللمبه يبقى اللمبه مش هتنور طب ازاي اخلي الالكترون تتحرك قال لك بجيب باتري بيحصل جوه الباتري كيميكال انتر اكشن
جوه الباتري بيحصل كيميكال انتر اكشن، بينتج عن الكيميكال انتر اكشن ده انرجي. انرجي الذوق الالكترون اللي موجوده في الواير. الواير فيه اتوم والاتوم فيها الكترون، الواير اصلا فيه الكترون بس الكترون ثابته. لما الواير ده بوصله الباتري بيحصل جوه الباتري كيميكال انتر اكشن، تفاعل كيميائي يؤدي الى خروج انرجي. ذوق الالكترون تتحركها، ذوق الالكترون تتحركها وتتحركها وتتحركها وتتحركها، ثم الالكترون بتتحرك داخل جوه اللمبه، مشيت في التنجستن واير التنجستن، ثم اللمبه تنور، ثم اللمبه تنور. يبقى انا هنا ما اقدرش استغني عن الباتري، ما اقدرش اجيب لمبه واثنين واير بالشكل ده واقول اللمبه ما نورتش ليه؟ ما نورتش اللمبه عشان الواير دوت الالكترون فيه ثابته ما بتتحركش، فبضطر اجيب باتري بطاريه. يحصل جواها كيميكال انتر اكشن، كيميكال انتر اكشن ينتج عن الكيميكال انتر اكشن ده انرجي، تزق الكترون واير وتمشيها في الاتجاه ده. الالكترون مشيت ودخلت ومشيت في الواير بتاع اللمبه، الواير ده بيجي لون اصفر يبقى اللمبه نورت، اللمبه نورت. هسال سؤال وحد يجاوبني عليه، امتى اللمبه دي تبقى سليمه وما تنورش؟ امتى اللمبه تبقى سليمه وما تنورش؟ لو الالكترونز ما بتتحركش، لو الالكترونز ما بتتحركش يعني ما عنديش ايه؟ باتري، ما عنديش باتري، او باتري فاضيه، بطاريه خلصت خلاص، بطاريه فجت، ما فيش جواها انرجي تاني، يبقى الواير الالكترون بتاعته هتبقى ثابته، فبالتالي اللمبه مش هتنور. كان فكره حلوه جدا، قال لك اه طب انا اجيب برضه باتري، اجيب باتري واوصلها بالواير دوت، يبقى الباتري اللي هياخد منها انرجي، هزق الالكترون في الواير اللي هو ملفوف حوالين الرود اللي من الايرن، يوم الرود ده يلف ويدور، الرود دار اركب عليه اي حاجه عايزها تدور، ريش مروحه يبقى ريش هتدور يجيب لي هواء، حاله غساله، الاقي الكلام ده في الخلاط. افكار حلوه قوي ربنا عملها، بس ده عشان يحصل لازم تكون الالكترون بتتحرك من ثابته. جبت واير كده ومسكته في ايدي ما استفدتش منه بحاجه، جبت واير ووصلته بلمبه ومسكته في ايدي ما استفدتش بحاجه. لازم يكون عندي باتري، لازم يكون عندي باتري يحصل جواها كيميكال انتر اكشن ينتج عنه حركه الالكترون جوه الماتيريال اللي انا عايزها، يا اما تنور يا اما تلف يا اما يحصل لها ماجنتيك فيلد وهكذا. الواير لما يبقى فيه، يبقى لو جه في الامتحان وسالك وقال لك اي الكتريك سيركت، سمبل الكتريك سيركت بتتكون من ايه؟ اي الكتريك سيركت بسيطه، الكتريك سيركت بسيطه بتتكون من ايه؟ تقول لي اه بتتكون من باتري وواير ولود. اقصد باللود اللمبه، سواء اللمبه الصفراء او اللمبه النيون. اقصد باللود المروحه، اقصد باللود الغساله. اي جهاز من دول لما يتوصل بواير بالشكل ده وباتري، يبقى نتيجه الباتري الالكترون هتتحرك، ولما الالكترون هتتحرك يبقى داخل جوه اللود. اللود ده تاني باكد، اللود ده ممكن يبقى اللمبه المروحه الغساله، يحصل حركه اللي انا عايزها. يبقى اي سمبل الكتريك سيركت بيتكون من لود، اللود نقصد باللمبه التلفزيون الوشنج ماشين الموتور، دي كده لود بيحتاج عشان ياخد منه فانكشن موفينج الكترون. يبقى عندي كمان واير، واير بيحتوي على الكترون، واير بيحتوي على وفره 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 من الالكترون زي الكبر والسيلفر والالومنيوم. مش كفايه، هحتاج حاجه ثالثه كمان، هحتاج باتري، هحتاج باتري. يبقى دي ابسط سيركت، بطاريه وتو واير واللود بتاعنا، واللود بتاعنا واير ماشي فيه الكترون، واير ماشي فيه الكترون، او ما انا اقول ده الواير ده ماشي فيه الكتريك كارنت، الواير ده ماشي فيه الكتريك كارنت. يبقى لو جيت قلت لك ديفاين الكتريك كارنت، ديفاين الكتريك كارنت، تقول لي الكتريك كارنت هو الفلو اوف ذا شارج ثرو ذا كوندكتور، الفلو اوف ذا شارج ثرو ذا كوندكتور. اقصد بالكوندكتور يا جماعه، اقصد بالكوندكتور هنا هو الواير، الواير هو الكوندكتور. ملحوظه بس لما احلاها ان الزوم في بدايه الشغل دي بيفصل كل 40 دقيقه، يفصل نروح داخلين تاني على طول بسرعه، بعد كده بيبطل بقى الموضوع ده بعد اسبوع، يفصل هم عاملينها كده. فبعد بعد خمس دقائق لو فصل ما تقلقش، هنروح داخلين تاني زي ما دخلنا قبل كده. ويبقى دي كانها نفس التدريس بتاعتنا، هو قال لك كل 40 دقيقه الطالب لازم ياخد له دقيقتين رزق. فخلى الجهاز الابلكيشن يقف بعد 40 دقيقه. وبعد كده هو بترجع نخش تاني، بتستمر فتره وبعدين بيسيبوها مفتوحه على طول. تمام. يبقى تعريف الالكتريك كارنت، الالكتريك كارنت هو الفلو اوف ذا شارج ثرو ذا كوندكتور. الفيزياء بوضعها الجديد ما بقاش فيها حفظ، ما
مش هقول لك يحفظ الديفينيشن، مش هقول لك يحفظ الديفينيشن، لكن هقول لك يعرفه كويس، لان هو في امتحان السنه دي جاب الديفينيشن، وراح سالك ده الديفينيشن بتاع مين، بتاع ده ولا ده ولا ده ولا ده، تختار انت بقى ايه ده، يتقول لي الديفينيشن ده، ده الديفينيشن بتاع ريت القرار. خليك ما تكتبش اي حاجه في الورقه غير انك تسود دوائر دوائر وبس. فبقى يجيب لك هو، يجيب لك هو الديفينيشن، ويجيب لك عنوان الحاجه، اربع عناوين تختار منهم العنوان المناسب. يبقى لو قال لي ذا فلو اوف ذا شارج ثرو ذا كوندكتور، ده مين؟ اقول له دوت الايه الالكتريك كارنت، الالكتريك كارنت. يبقى ليه السلك ده فيه كهرباء؟ تقول لي يعني السلك ده ماشي فيه شارج، السلك ده ماشي فيه الكتريك، السلك ده ماشي فيه الكتريك، ماشي تحت قوس يعني جواه الكتريك، اسف جواه الكتريك، يعني سلك يحتوي على الكتريك، سلك يحتوي على الكترون. لو الالكترون دي في حاله حركه، لو الالكترون دي في حاله حركه تبقى الكترون افكت مؤثره، ويبقى في الحاله دي اقول ده اسمه الالكتريك كارنت، الالكتريك كارنت، الالكتريك كارنت. يبقى ده تعريف الالكتريك كارنت. الدايركشن بتاع الالكتريك كارنت بقى مشكله، الدايركشن بتاع الالكتريك كارنت مشكله في الكارنت 19 حيث الفيزياء القديمه والاجهزه اللي هي قديمه الصنع بقى، واجهزه دي مش بكفاءه عاليه. العلماء اكتشفوا، وافهم الحته دي مني كويس، اكتشفوا ان لو جابوا واير وجابوا باتري وجابوا لمبه، لقوا اللمبه بتنور، قال لك يبقى في حاجه مشيت في الواير ودخلت جوه اللمبه فاللمبه نورت، في شارج مشيت في الواير ودخلت جوه اللمبه فاللمبه نورت. طب معلش الشارج دي ماشيه منين لمين؟ ماشيه منين لمين؟ الخط الطويل في الباتري اسمه البوزيتيف، والخط القصير اسمه النيجاتيف. الشارج دي ماشيه منين لمين؟ الى جهاز وقتها ما كانش في ميكروسكوبات يبصوا يشوفوا، ما بقوش عارفين الشارج دي هل ماشيه من النيجاتيف للبوزيتيف ولا من البوزيتيف للنيجاتيف، مش باين عندهم هي ماشيه منين لمين. قال لك خلاص بلاش وجع دماغ، اعتبر ان الالكتريك كارنت هو الفلو اوف ذا شارج من البوزيتيف بول للباتري للنيجاتيف بول للباتري. قعدوا القرن 19 كله وهو بيعرف الالكتريك كارنت كده، ان الالكتريك كارنت هو الفلو اوف ذا شارج، الفلو اوف ذا شارج من البوزيتيف بول للنيجاتيف بول للباتري، وسابوا الدايركشن دوت الكونفنشنال كارنت او التراديشنال كارنت. فضلوا على هذا الوعد 100 سنه، 100 سنه تتقلب كتب، ويقول لك الكارنت ده عباره عن الشارج ماشيه في الواير وماشيه من البوزيتيف بول للنيجاتيف بول او السايد الباتري. اقول له جبت منين ان هي ماشيه من بره لجوه؟ قال لي انا مش شايف حاجه. ما دام انا شايف حاجه افترض اي حاجه، افترض انها ماشيه من موجب للسالب. جه القرن العشرين وبقى في ميكروسكوبات وبداوا يبصوا يراقبوا، اكتشفوا ان الكلام ده غلط، للاسف الكلام ده غلط، ان الالكتريك كارنت هو الشارج بس نوعها الكترون، الشارج نوعها الكترون، والالكترون بتمشي من النيجاتيف بول للبوزيتيف بول، وهو ده الاتجاه الحقيقي، هو دوت الاتجاه الحقيقي، ده الريال، ده الاتجاه الحقيقي فعلا، ان الالكتريك كارنت بيبقى عباره عن الكترون ماشيه في الواير من النيجاتيف بول للبوزيتيف بول الباتري. قالوا الله، ده احنا قعدنا كده 100 سنه في الكتب نكتب ونرسم ان الالكتريك كارنت عباره عن الشارج، ما سموهاش الشارج بوزيتيف ولا الشارج نيجاتيف، ما يعرفوش. قال لك الشارج خلاص سميها الشارج. خارجه من البوزيتيف راح للنيجاتيف مجرد افتراض. مع تقدم الاجهزه ووجود ميكروسكوبات وبداوا يراقبوا وسموا بقى الكارنت ده ايه؟ سموه الكونفشنال كارنت او التراديشنال كارنت، الكونفشنال او التراديشنال كارنت. فضلوا على كده سنين طويله، سنين طويله. وهو بيعتبروا ان الكارنت عباره عن الشارج، ما نعرفش بوزيتيف ولا نيجاتيف، الشارج وخلاص. وخارجه من البوزيتيف راح للنيجاتيف، لغايه لما جت بقى الميكروسكوبات بقى توفرت في القرن العشرين واجهزه الرؤيه والقياسات وكده، اتضح ان الالكتريك كارنت ما فيش حاجه اسمها بوزيتيف شارج، في الكترون. والالكترون بتخرج من النيجاتيف وتروح للبوزيتيف. قال يبقى هو ده الاتجاه الحقيقي للكارنت، ده هنسميه الريال كارنت. الريال او الاكتوال كارنت، الريال كارنت، الريال كارنت. ده الاتجاه الحقيقي. طب وبعدين؟ في 100 سنه قعدوا يالفوا كتب ويقولوا فيها ان الكارنت خارج من البوزيتيف رايح للنيجاتيف. هيعملوا ايه في الكتب دي؟ هل هيلموا الكتب دي كلها من السوق ويصلحوها؟ قال لك لا، مش هنعمل كده. اتجاه الكارنت، اتجاه الكارنت، اتجاه الكارنت ما بيعتمدش، او اداء الكارنت، اداء الكارنت ما بيعتمدش على اتجاهه. بمعنى ان انت لو جبت فيش المروحه حطيتها في الحيطه وبعدين خرجتها وعكستها وحطيتها في الحيطه، المروحه بتدور برضه. الثلاجه دخلت الفيشه في الحيطه وبعدين سحبت الفيشه بره وعكستها ودخلتها تاني، الثلاجه شغاله برضه. قال لك يعني اتجاه الكارنت مش مؤثر على الفانكشن،
يبقى ما عندوش ولا حاجه. لما الناس تيجي تدرس الكلاسيكال فيزيكس هيكتبوا يقولوا ان الكرنت خارج من البولت رايح للنيجاتيف، والكرنت ده يسموه الكونفشنال او تراديشنال كرنت. لما الناس تيجي تدرس الالكتريك بودي فيزيكس القرن العشرين هيقولوا ان الالكتريك كرنت هو عباره عن الكترون فلو من النيجاتيف بول للبوست بول للباتري. يعني ده الحقيقي. قال لك مش هنغير ولا حاجه. انت دلوقتي انت احنا في ثالثه ثانوي، الترم الاولاني بالنسبه لنا في ثالثه ثانوي، الترم الاولاني بالنسبه لنا بندرس الكلاسيكال فيزيكس. يبقى تلاقينا في الترم الاولاني بنقول لك ان الكرنت عباره عن الشارج، الشارج خارجه من البولت وراحه للنيجاتيف. ده الترم الاولاني. بعد شهر فبراير في الترم الثاني بقول لك احنا بقى بندرس المودرن فيزيكس، هنتكلم بالاتجاه الصح. هنقول الالكتريك كرنت هو الالكتريك كرنت هو عباره عن الكترون. الشارج نوعها الكترون وماشيه من النيجاتيف وراحه للبوزيتيف، وراح مسمينها ريال كرنت، ريال كرنت او لاكشوال كرنت. يبقى احنا شغالين في الترم الاولاني هنرسم اتجاه الكرنت خارج من البوزيتيف ورايح للنيجاتيف، واسمه الكونفشنال او التراديشنال كرنت. لما اكون بندرس في الترم الثاني بالنسبه لنا اجي اقول لك اتجاه الكرنت فين؟ تقول لي اتجاه الكرنت في الترم الثاني من النيجاتيف للبوزيتيف. طب ده هتفرق معانا في حاجه؟ لا مش هتفرق معانا في حاجه، لان دايركشن الكرنت هنا لا يؤثر على الدايركشن بتاع الكرنت، لا يؤثر على الفانكشن. انت لما تيجي تشحن موبايل بتحط الشاحن، الصبعين بتوع الشاحن بيدخلوا في الحيطه. لو قلبت الشاحن ودخلت الصبعين في الحيطه برضه الموبايل هيتشحن. يبقى اتجاه الكرنت مش مؤثر في حاجه. فقالك يبقى ما نعملش لخبطه علميه وكتب تتصحح وما تتصححش على شيء مش مستاهل. انت يا ابني بتدرس ايه؟ تقول انا بدرس الكلاسيكال فيزيكس. بتدرس الكلاسيكال فيزيكس يبقى الالكتريك كرنت اسمه تشارج خارجه من البوزيتيف وراح للنيجاتيف. طب وده صح يا مستر؟ اقول لك صح لما تكون بتتكلم عن كلاسيكال فيزيكس. لما تتكلم عن مودرن فيزيكس اقول لك لا بقى معلش. المودرن فيزيكس لا. كل الكتب هتطلع وتقول ان الكرنت عباره عن الكترون. ما بتقولش بقى تشارج، تقول لك الكترون. تقول لك الكترون وخارجه من النيجاتيف وراحة للبوزيتيف، واتجاه الكرنت ده بنسميه الريال كرنت او الاكشوال كرنت. الاكشوال كرنت. يبقى احنا في الترم الاولاني هنشتغل باتجاه الغلط. في الترم الاولاني هنشتغل باتجاه الغلط. وفي الترم الثاني هنشتغل باتجاه الصح. طب ليه يا مستر عملت كده؟ ليه عملنا كده؟ ليه عملنا اللخبطه دي؟ قال لك معلش اصل ما اقدرش اجمع كتب اتعملت في 100 سنه ومراجع وموسوعات وبتاع واقعد اغير فيها. لا انت بتدرس كلاسيكال فيزيكس خلاص. الكلاسيكال فيزيكس اللي عباره عن الالكتريك كرنت هو الشارج ماشيه من البوزيتيف للنيجاتيف، ماشيه من البوزيتيف وراحه للنيجاتيف. اما في الترم الثاني هندرس بقى ايه في الكرنت الحقيقي الاكشوال كرنت. ده عباره عن الكترون خارجه من النيجاتيف وراحه للبوزيتيف. نشوف كده معانا حد كده يجاوب لنا على سؤالنا. نشوف كده ايه نشوف محمد الجندي. محمد الجندي، محمد الجندي، ايه الفرق يا محمد؟ ايه الفرق ما بين الكونفشنال كرنت والريال كرنت؟ اللي هي الكونفرجن كرنت دي اللي هي اللي كانت شغاله اللي هي اللي بيستخدموها زمان. وبتقول ان الكرنت اسمه ايه؟ اسمه تشارج. بتشارج وبيمشي من البوزيتيف بول للنيجاتيف بول. طيب الكلام ده صح ولا غلط؟ غلط. غلط. طب ما صلحناهوش ليه يا محمد؟ عشان بعد 100 سنه استخدموا النظام ده مش معقوله هيرموا الكتب دي. طب حل المشكله دي ازاي يا محمد؟ حدوها ازاي المشكله دي؟ ان احنا نبقى نذاكر اللي هو باللي هو الريل اسمه ايه؟ ريل باللي هو الطريقه الجديده اللي هو القرن العشرين. بتدرس مودرن فيزيكس يبقى معلش الالكتريك كرنت هو الكترون. هو الكترون وماشيه من النيجاتيف بول للبوست بول للباتري. على طول تمسك الكتب بتاعت الفيزياء القديمه تقول الكرنت ماشي من البوست للنيجاتيف. الفيزياء الحديثه المودرن فيزيكس تقول الكرنت ماشي من النيجاتيف رايح البوست. لو جاي في الامتحان قال لي الفرق ما بين الاثنين اقول له والله الالكتريك كرنت في الفيزياء القديمه كان بيقول عليه الكتريك كرنت كان بيقول عليه تشارج وفلو من البوزيتيف للنيجاتيف او السايد الباتري او السايد الباتري او السايد الباتري من البوزيتيف للنيجاتيف او السايد الباتري انه جوه الباتري جوه الباتري هيمشي من النيجاتيف للبوزيتيف. اوعى تتلخبط اللخبطه دي. جوه الباتري الكرنت بيمشي من النيجاتيف للبوزيتيف، اما بره الباتري بيمشي من البوزيتيف للنيجاتيف. ده فين في الكونفشنال كرنت؟ هتلاقيني في الواجب بلخبطك، في الواجب هلخبطك واقول لك اتجاه الكونفشنال كرنت، اتجاه الكونفشنال كرنت وانت بتختار بقى اتجاه الكونفشنال كرنت. هل هو ماشي من البوزيتيف للنيجاتيف او السايد الباتري ولا ماشي من النيجاتيف للبوزيتيف؟ انسايد الباتري، انسايد الباتري. هتقول لي هو الكونفشنال كرنت
بيمشي بالبوزيتيف يروح للنيجاتيف بره البطاريه، اما جوه البطاريه اتجاهه بيبقى من النيجاتيف للبوزيتيف. خليك فاكر الكونفكشن كارنت اتجاهه من النيجاتيف للبوزيتيف، من النيجاتيف للبوزيتيف، انسايد الباتري، انسايد الباتري، انسايد الباتري. اما اوت سايد الباتري بيمشي من البوزيتيف للنيجاتيف، بيمشي من البوزيتيف للنيجاتيف. اما ريال كارنت، ريال كارنت، ريال كارنت، انت بتعتني بالريال كارنت، ريال كارنت، ريال كارنت من بره اوت سايد الباتري بيمشي من النيجاتيف يروح للبوزيتيف. بعد كده انسايد الباتري، انسايد الباتري، انسايد الباتري، الكرنت بيمشي من البوزيتيف يروح للنيجاتيف، انسايد الباتري، الكرنت بيمشي من البوزيتيف يروح للنيجاتيف، اما اوت سايد الباتري من النيجاتيف للبوزيتيف. في الكومبير ما بين الريال كرنت والكونفشنال كرنت، خد بالك قوي من السؤال، هو بيسالك على اتجاه الكرنت بره الباتري ولا جوه الباتري، بره الباتري ولا جوه الباتري. في الريال كرنت، الريال كرنت بره الباتري بيمشي من النيجاتيف للبوزيتيف، وجوه الباتري بيمشي من البوزيتيف للنيجاتيف. بره الباتري بيمشي من النيجاتيف للبوزيتيف، اما جوه الباتري بيمشي من البوزيتيف للنيجاتيف. الريال اللي هو بقى الكونفشنال كرنت، الكونفشنال كرنت بره الباتري ماشي من البوزيتيف للنيجاتيف، وجوه الباتري بيمشي من النيجاتيف ويروح للبوزيتيف. خد بالك بيلعب الراجل لعبه جامد قوي بالحته دي. الطالب على النيات يقول لك بقى اصل الكونفشنال بيمشي من البوزيتيف يروح للنيجاتيف، بيمشي من البوزيتيف يروح للنيجاتيف اوت سايد الباتري، اما انسايد الباتري، انسايد الباتري بيمشي من النيجاتيف يروح للبوزيتيف. يبقى كده خلاص عرفنا يعني ايه الكتريك كرنت. ملخص اللي قلته، الالكتريك كرنت عباره عن الشارج بتتحرك في الواير، الشارج بتتحرك في الواير، طبعا بتتحرك بسبب بطاريه، بسبب انرجي موجوده، الشارج بتتحرك، ولو الشارج بتتحرك من البوزيتيف للنيجاتيف واحنا بندرس كلاسيكال فيزيكس يبقى الكرنت ده اسمه كونفشنال كرنت. والله لو الكرنت الالكتريك كرنت ده كان عباره عن الكتريك ممشى من النيجاتيف للبوزيتيف او سايد الباتري يبقى ده اسمه الريال كرنت. يبقى تمام لما تيجي تتكلم على الكرنت لو سمحت، لو سمحت اما تيجي تتكلم على الكرنت ده تقول لي الكرنت جوه البطاريه ولا بره البطاريه، انت عايز الاتجاه لو سمحت، انت عايز تعرف الاتجاه من بره البطاريه ولا من جوه البطاريه. بره البطاريه الكونفشنال كرنت ماشي من البوزيتيف للنيجاتيف اهو، لكن جوه البطاريه، جوه البطاريه بيمشي من النيجاتيف للبوزيتيف. هو داير بيلعب على جوه وبره الباتري بقى، فانت فاهمك كويس. الكونفشنال بيمشي من البوزيتيف للنيجاتيف بره، اما جوه الباتري بيمشي من النيجاتيف للبوزيتيف، وعكسه الريال كرنت، وعكسه الريال كرنت. يبقى اي سلكه في الدنيا ماشي فيها كرنت، اقول على السلكه دي ماشي فيها الكتريك كرنت، ماشي فيها الكتريك كرنت، ممكن الاقي واير ماشي فيه كرنت 5 امبير، مقفله 5 امبير، واير ثاني ماشي فيه كرنت 7 امبير. الانتنسي بتاعت الكرنت في الواير الثاني اكبر من انتنسي الكرنت في الواير الاولاني. الثاني كان 7 امبير وده 5 امبير. هي الانتنسي اوف الكتريك كرنت دي بنعرفها ازاي؟ الانتنسي بتاع الكتريك كرنت دي بتحسب ازاي؟ قال لك شده التيار بتبقى عباره عن كميه الشارج اللي بتمشي في الواير لمده ثانيه. الواير دوت الاولاني ماشي فيه 5 الكترون في الثانيه. الواير الثاني ماشي فيه 7 الكترون في الثانيه. يبقى الانتنسي في انهي واير اكبر؟ في الواير الثاني. يبقى لما اجي اعرف الانتنسي بتاعت الكرنت، الانتنسي شده، شده الكرنت هي كميه الشارج، كميه الالكترون اللي بتمشي في الواير in one second، in one second، كميه الشارج اللي بتمشي في الواير ان 1 سكند. عندي اثنين واير، واير ماشي فيه 5 الكترون في الثانيه، واير ثاني ماشي فيه 7 الكترون في الثانيه. يبقى الواير الثاني الانتنسي فيه اكتر من الواير الاولاني. يبقى الانتنسي بتاعت الالكتريك كارنت بتتحدد بكميه التشارج، كميه التشارج اللي بتمشي في الواير في الثانيه، كميه التشارج اللي بتمشي في الواير في الثانيه. اجيب حنفيتين، حنفيه افتحها نص ونص، وحنفيه افتحها قوي، هلاقي الميه في الناحيه الثانيه نزلت كتير، في الحلقه الاولانيه نزلت قليل. اول شلت الميه في الحنفيه ب ب اكبر من شلت الميه في الحنفيه ايه؟ كميه الميه اللي نزلت هنا في الثانيه اكتر من كميه الميه اللي نزلت هنا في الثانيه. يبقى هو ده التعريف بتاع الالكتريك كرنت انتنسيتي، الكوانتو بتشارج، الكوانتسي اوف تشارج باسنج ثرو سيرتن اريا ان 1 سكند. اول قانون عندنا النهارده، اول قانون عندنا النهارده بيقول لك اي بتساوي كيو على تي. اي ده الكرنت انتنسيتي، حته هنبي عليها بس قبل ما ابدي التعريف ده. في فرق يا جماعه ما بين كلمه الكتريك كرنت والكتريك كرنت انتنسي. في فرق ما بين الكتريك كرنت والكتريك كرنت انتنسي. يوسف طارق، يوسف يا ترى تقدر تفرق لي ما بين الاثنين؟
ما بين الالكتريك كارنت والالكتريك كارنت انتنسي. الالكتريك كارنت والالكتريك كارنت انتنسي الفرق ما بين الاثنين. هو الالكتريك كارنت ده الكارنت اللي بيمشي فيه الالكترون في الكوندكتور وخلاص. الكميه الشارج اللي ماشيه في الكوندكتور وخلاص. لكن الالكتريك كارنت انتنسي كميه الشارج اللي ماشيه في الولد بس في مده ثانيه. على مده ثانيه الاولاني مش محطوط في تايم. يعني ايه الكتريك كارنت؟ تقول لي الكتريك كارنت يعني الشارج ماشيه في الواير والسلام وخلاص. الشارج ماشيه في الواير وخلاص. الشارج ماشيه في الواير وخلاص. لكن الالكتريك كارنت انتنسي للشارج ماشيه في الواير ان وان سكند. ان وان سكند. يبقى فرق ما بين تعريف الالكتريك كارنت والالكتريك كارنت انتنسي. في فرق ما بين الالكتريك كارنت والالكتريك كارنت انتنسي. الفرق ان الالكتريك كارنت انتنسي بزود in one second in one second in one second. معلينا الاي هتساوي كيو على سي. الاي بتساوي كيو على سي. الاي ده الكرنت انتنسي. ده الكرنت انتنسي. والكيو كميه تشارج. كميه تشارج بتمشي في الواير. والسي ده التايم. والسي ده التايم. لما اقول الاي بتساوي كيو على سي. الاي الثاني الكرنت انتنسي. كيو الكوانتم تشارج. والسي ده التايم. لو حبيت اعيد الديفينيشن ده ثاني من خلال الرول ده امتى يا جماعه بالرياضه بالناس امتى كده بالرياضه الاي تبقى بتساوي كيو بالظبط؟ امتى الاي تساوي كيو بالظبط؟ بالرياضه امتى الاي تبقى ايكوال كيو؟ لو تي ب 1 لو تي ب 1 سكند ابن حلال تي ب 1 سكند. يبقى ممكن اقول كده الكرنت انتنسي هو الكوانتم تشارج اللي بتعدي ان 1 سكند. يبقى جبنا الديفينيشن من القانون. الكرنت انتنسي هو الكوانتم تشارج اللي بتعدي في الواير ان 1 سكند. ان 1 سكند يبقى الاي بتساوي كيو على سي. الاي ده الكرنت انتنسي. اليونت بتاعته بصفه مبدئيه دلوقتي امبير. الكيو ده الكوانتم تشارج. الكيو ده كميه تشارج. واليونت بتاعتها كولوم. اليونت بتاعتها كولوم. ودي ده التايم اللي بيتقاس بالسكند. الاي كمان مره الاي كمان مره. الاي ده الكرنت انتنسي. ده الكرنت انتنسي. وكيو الكوانتم تشارج. وتي ده التايم. الاي ايكوال كيو لما تسيب 1 سكند. يبقى الكرنت انتنسي هو الكوانتم تشارج باسنج ثرو ذا كوندكتور ان 1 سكند. باسنج ثرو ذا كوندكتور ان 1 سكند. من هنا ممكن اقول كده اهو احنا قلنا الاي بتساوي كيو على تي. الاي بقيسه بالامبير. الكيو بقيسها بالكولوم. والتي بقيسها بالسكند. يبقى الامبير يكافئ كولوم على سكند. تاني الاي بيساوي كيو على تي. الاي ده الكرنت انتنسي وبقيسه بالامبير. الكيو ده الكوانتم تشارج وبقيسها بالكولوم. وتي التايم بقيسه بالسكند. يبقى الامبير يكافئ كولوم على سكند. كولوم على سكند. كولوم على سكند. لو قال لي ديفاين الامبير. ديفاين الامبير. نظام الديفينيشن في الفيزيكس لاخر السنه نظام واحد. اما اقول لك ديفاين الامبير لازم في الاول تقول لي الامبير ده تبع مين؟ الامبير ده جاي مع مين؟ الامبير ده الكرنت انتنسي. وان كوانتم تشارج اوف وان كولوم. باسنج ثرو ذا كوندكتور ان 1 سكند. ديفاين الامبير. ديفاين الامبير. السنه دي بقى يجيب التعريف ولا التعريف دوت بتاع الامبير ولا بتاع حاجه اسمها بوتنشال ديفرنس ولا حاجه اسمها باور ولا حاجه اسمها انرجي. هو كان هو بيجيب الديفينيشن وانت تختار ده تبع مين؟ الامبير ده جاي مع مين؟ ده الكرنت انتنسي. الامبير ده الكرنت انتنسي. وين كوانتم تشارج اوف وان كولوم. باسنج ثرو ذا كوندكتور ان 1 سكند. الامبير ده الكرنت انتنسي. وين كوانتم تشارج اوف وان كولوم. باسنج ثرو ذا كوندكتور ان 1 سكند. ويبقى في الحديث الامبير ايكوال كولوم على سكند. الامبير يكافئ كولوم على سكند. اه يقول لك يقول لك الامبير. قول يونت اخرى للالكتريك كرنت انتنسي. او قول اليونت بتاع الالكتريك كرنت انتنسي. اقول له اه اليونت بيتقاس بالامبير. والامبير يكافئ كولوم على سكند. يكافئ كولوم على سكند. يعني كان دلوقتي احنا خدنا اليونت اوف ميجرنج للالكتريك كارنت كانهم اثنين الامبير وكولوم على سكند. الامبير وكولوم على سكند. وات مينت باي ما معنى الكارنت انتنسي 3 امبير. يعني ايه الكارنت انتنسي 3 امبير؟ 3 امبير اللي هم اتفقوا ان على طول تحت يبقى ب 1 تحت ب 1 على طول. قال 3 امبير يعني 3 كولوم على 1 سكند. 3 امبير يعني 3 كولوم على 1 سكند. 3 امبير
هيبقى 3 كولوم على 1 سكند. اهو يعني وات مينت باي الكترونيك كارنت دنسيتي امبير او روتين ذات كوانتو بالشارج 3 كولوم كوانتو بالشارج 3 كولوم بازنج سلو ذا كوندكتور ان 1 سكند وات مينت باي الكارنت دنسيتي 3 امبير اهو ات مينز ذات كوانتو بالشارج اوف 3 كولوم بازنج سلو ذا كوندكتور ان 1 سكند على طول لغايه اخر السنه بنفترض ان تحت ب 1 ويبقى الشمال هو اليمين الشمال يساوي اليمين كارنت دنسيتي 3 امبير اتنين زاد كوانتو بتشارج اوف 3 كولوم بازنج سلو ذا كوندكتور ان 1 سكند ان 1 سكند وات مينت باي يعني ايه الكوانتو بتشارج 20 كولوم بتعدي في كوندكتور ان 4 سكند وات مينت باي وات مينت باي يعني ايه كميه الشارج 20 كولوم بتعدي في كوندكتور ان 4 سكند ان 4 سكند والله التوينش دي دي كيو ولا دي 4 ولا 5 ودي الفور معلش دي فور مش دي اربعه مش خمسه دي فور والفور دي تايم الفور ده تايم يبقى مديني الكيو ومديني التايم وانا حافظ ان الاي بتساوي كيو على تي اقول والله كيو انت مديها لي 20 كولوم والتايم 4 سكند انا اسف 4 سكند انا اسف معلش دي فور والتايم 4 سكند 20 على 4 يبقى 5 يبقى 2 ذات الكتريك كارنت بتنسي 5 امبير وات مينت باي مهم جدا يعني ايه كوانتو بتشارج 20 كولوم بازنج سلو ذا كوندكتور ان 4 سكند كوانتو بتشارج اوف 20 كولوم بازنج سلو ذا كوندكتور ان 4 سكند تقول لي اه انا يبقى عندك وات مينت باي في رقمين كده رقمين يبقى لازم تحسب لي ويطلع لي رقم واحد رقم واحد بس اه يبقى اقول له الاي كيو على تي الكيو ب 20 والتي 4 يبقى 2 زاد 2 زاد 2 زاد الكرنت انتنسي ايكوال 5 امبير 2 زاد الكرنت انتنسي ايكوال 5 امبير اليونت بتاع الالكتريك كرنت بجد الالكتريك كرنت انتنسي اليونت بتاعتها امبير وملي امبير ومايكرو امبير ثلاثه يونت امبير وملي امبير ومايكرو امبير دول اللي هم عندنا في الكتاب امبير وملي امبير ومايكرو امبير احنا بنشتغل اساسي في المسائل غصب عنك امر بالامبير بنشتغل بالامبير طب لو ادوني بالملي امبير لازم الملي احوله لامبير يبقى تايمز 10 باور نيجاتيف 3 مثال في الوقت ده ماشي فيه الكرنت الانتنسي بتاعته 5 ملي امبير قبل ما استخدمه في اي حاجه لازم اظبطه الاول 5 ملي يبقى تايمز 10 باور نيجاتيف 3 امبير الكرنت كمان بيتقاس بيقول لي اسمها الماكرو امبير لكن في المسائل لازم اشتغل بالامبير الماكرو امبير احوله لامبير نعمله تايمز 10 باور نيجاتيف 6 مثال ماشي الكرنت انتنسي 7 مايكرو امبير في الواير ماشي الكرنت انتنسي ايه قيمته 7 مايكرو امبير في الواير الله الماكرو دي ما تنفعش يبقى 7 تايمز 10 باور نيجاتيف 6 بقت كده بالامبير بقت كده بالامبير يبقى دول الثلاثه يونت بتوع الكرنت انتنسي امبير وملي امبير ومايكرو امبير واحنا ما بنشتغلش الا بالامبير اداني بالملي احوله ان اقول تايمز 10 باور نيجاتيف 3 اداني بالمايكرو احوله ان اقول تايمز 10 باور نيجاتيف 6 ملي 10 باور نيجاتيف 3 مايكرو 10 باور نيجاتيف 6 الالكتريك كرنت انتنسي بنقيسه بنقيس الانتنسي بتاعته بجهاز هناخده في شابتر 2 جهاز اسمه الاميتر جهاز اسمه الاميتر كل جهاز هقول اسمه في شابتر 1 الجهاز ده هناخده تركيبه الكونستراكشن بتاعه الاوبريشن بتاعته في شابتر 2 الشبات اللي بتخدم على بعضها النهارده بس اقول لك معلش بس اعرف لي بس ان الكرنت انتنسي شد التيار الكهربي الكرنت انتنسي بيقيسه بجهاز اسمه الاميتر طب ايه ده يا مستر الاميتر ده اقول لك اسمه بقى علينا في شابتر 2 ان شاء الله ولازم احنا بنقعد في شابتر 1 حوالي شهرين الملزمه اللي معاك دي مدتها شهرين نقعد فيها حوالي شهرين الضخمه اكبر حاجه عندنا الالكتريك كارنت بيقيسه بجهاز اسمه الاميتر ازاي يا مستر بيقيسه بجهاز اسمه الاميتر ده اقول لك بعدين هناخد التركيب بتاع الاميتر ده والكونستراكشن بتاعه والفانكشن ازاي بيشتغل في شابتر 2 نعرف بس دلوقتي ان الكارنت انتنسي بيقيسه بيقول اسمها بيقيسه بجهاز اسمه الاميتر جهاز اسمه الاميتر وان الاميتر ده بيتوصل في سيركت ان سيريز الاميتر ده الاميتر ده بيمسك في بطاريه اهي خارج منها كارنت ورايح ينور لمبه في بطاريه اهي خارج منها كارنت رايح يدور لمبه بعرف شدته ازاي اه بعرف شدته عن طريق اركب هنا اميتر الاميتر بيبقى متوصل كده ان سيريز يعني ايه كلمه ان سيريز في السكه في سكه الكرنت الكرنت كده يخش يتعدي كم يا ابني تشارج عدت عليك وانت واقف يقول له عدى عليا بس 15 تشارج بالسنه عدى عليا 15 تشارج بالسنه يقول له يبقى الكرنت انتنسي 15 يبقى الكرنت انتنسي كام 15 الاميتر ده عباره عن جهاز بيعد كام تشارج عدت خلاله كام تشارج عدت خلاله كام تشارج عدت خلاله في ثانيه واحده لو 15 تشارج عدت في ثانيه
يقول له يبقى الالكتريك كرنت انسنسي 15 شو بقى امبير ولا ملي امبير ولا مايكرو امبير على حسب هو بيشتغل ازاي. يبقى الالكتريك كرنت انسنسي بيقيسه بجهاز اسمه الاميتر, والاميتر بيتوصل في السيريز, والكونستراكشن بتاعه بامر ربنا يدينا العمر بس هيبقى شابتر 2 ان شاء الله. شابتر 2 عباره عن اجهزه قياس. واضح يا جماعه اقول بسرعه ولا كده كويس؟ ها في الجزء ده انا قلته كله, لو ليك استفسار في اي حته ملخبطاك قول لي. في الجزء اللي فات ده انا شرحته, اي حاجه ملخبطاك قول لي. مستر ايوه هو ان سيريس يعني حضرتك قلت لسه هنعرفها, يعني في مكانه في سكته. كلمه ان سيريس يعني في سكه الكرنت, في سكه الكرنت او الكرنت هو خارج يخش منه جزء, يخش منه يخش الاميتر على الاميتر يتقاس يتعد وبعدين يخرج من الناحيه الثانيه. تمام. كلمه ان سيريس يعني في سكته, في السكه يعدي في السكه, في السكه بيعدي كده في السكه. طيب بعد كده بنقول بقى ايه؟ انا ريتشارج عشان تتحرك. احنا كده خلصنا عرفنا الكرنت انتنسي, الفرق ما بين الالكتريك كرنت والالكتريك كرنت انتنسي, الفرق بين الالكتريك كرنت والالكتريك كرنت انتنسي. الالكتريك كرنت شارج ماشيه في الواير وخلاص, ده الالكتريك كرنت. الشارج فلو ثرو ذا كوندكتور. اما الكرنت انتنسي, الكرنت انتنسي التشارج اللي ماشيه في الواير ان 1 سكند. ده يزيد بس عليه كلمه 1 سكند عشان قبل الموضوع ده هيتقفل خلاص دلوقتي, ما بقولش موضوع جديد. الفرق ما بين الالكتريك كرنت والالكتريك كرنت انتنسي, الالكتريك كرنت الشارج ماشيه في الكوندكتور والسلام وخلاص. اما الالكتريك كرنت انتنسي التشارج اللي ماشيه في الواير ان 1 سكند, ان 1 سكند, ان 1 سكند. هو ده الفرق بينهم. ده شارج ماشيه عددها كام معرفش يا عم, شارج ماشيه وخلاص, شارج كتيره ماشيه في الواير وخلاص. لكن الكرنت انتنسي لازم تحدد لي كام شارج بالظبط ماشيه في السكه, كام شارج ماشيه في السكه. خلاص اتفقنا خلاص ان لما الكرنت بيبقى خارج بيبقى عباره عن الكترون ماشيه في الواير وتخش جوه لما مثلا تنورها وترجع تاني. طيب الالكترون عشان تتحرك, الالكترون عشان تتحرك, الشارج عشان تتحرك عايزه انرجي تتحرك, عايزه انرجي تتحرك. الانرجي بناخدها من الباتري, بناخدها من الباتري. كميه الانرجي المطلوبه عشان تحرك التشارج من هنا, من هنا تحرك التشارج من هنا لغايه هنا, الانرجي المطلوبه عشان تحرك التشارج من هنا لغايه هنا بالنقطتين دول كميه التشارج دي اسمها البوتنشال ديفرنس. البوتنشال ديفرنس بين التو بوينت, بوتنشال ديفرنس يعني انرجي, يعني بنعتبره انرجي. البوتنشال ديفرنس هو عباره عن الانرجي المطلوبه عشان امشي كميه من الشارج بيقدرها وزنها 1 كولوم فروم بوينت تو انذر بوينت او سايد الباتري. اعيد تاني, بتشارج عشان تخرج, عشان تتحرك في الواير محتاجه حد يزقها. مين اللي هيزقها؟ الانرجي. هنحصل على الانرجي منين؟ من الباتري. الانرجي المطلوبه عشان تحرك لي تشارج تقول لها وزنها 1 كولوم من النقطه دي الى النقطه دي كميه الشارج المطلوبه, كميه الشارج, كميه الانرجي المطلوبه عشان تحرك الشارج من دونها 1 كولوم فروم بوينت تو انذر بوينت او سايد الباتري, كميه الشارج ديت, كميه الانرجي ديت اسمها البوتنشال ديفرنس. لما اجي اقول لك يعني ايه يا ابني البوتنشال ديفرنس؟ تقول لي البوتنشال ديفرنس ده الانرجي المطلوبه عشان تحرك وتزق الشارج تقول لها 1 كولوم فروم بوينت تو انذر بوينت او سايد الباتري. يعني ايه يا ابني كلمه بوتنشال ديفرنس؟ يعني ايه بوتنشال ديفرنس؟ تقول لي يا مستر بوتنشال ديفرنس يعني الانرجي, يعني الانرجي المطلوبه عشان تحرك وتزق الشارج تقول لها 1 كولوم فروم بوينت تو انذر بوينت او سايد الباتري, او سايد الباتري. للشارج عشان تمشي وتتحرك لازم انرجي تزقها, للشارج عشان تتحرك وتمشي يلزم انرجي تزقها, انرجي تزقها. الانرجي المطلوبه عشان تزق كميه من الشارج بيقدرها 1 كولوم فروم بوينت تو انذر بوينت اسمها البوتنشال ديفرنس بتوين التو بوينت. البوتنشال ديفرنس بتوين التو بوينت, البوتنشال ديفرنس بتوين التو بوينت. يا ابني في شارج هنا عايز ازقها واجيبها لغايه هنا, انا محتاج ايه؟ تقول لي محتاج انرجي, محتاج بوتنشال ديفرنس يزقها من هنا لغايه هنا. والله لو كميه الشارج دي كانت 1 كولوم يبقى في الحاله دي الانرجي اسمها بوتنشال ديفرنس, يبقى الانرجي اسمها البوتنشال ديفرنس. يبقى لو قلت لك عرف البوتنشال ديفرنس بتوين تو بوينت
اقصد التو بوينت من هنا والنقطه الثانيه اهي هنا اهو. عرف البوتنشال ديفرنس بتوين التو بوينت والبوتنشال ديفرنس بتوين التو بوينت هو عباره عن الورك دان او الانرجي. كلمه ورك دان يعني انرجي, ورك دان يعني انرجي, ورك دان يعني انرجي. البوتنشال ديفرنس بتوين التو بوينت هو الانرجي المطلوبه او الورك دان المطلوب تو ترانسفير تشارج اوف وان كولوم فروم بوينت تو انذر بوينت او سايد الباتري او سايد الباتري. يعني ايه يا ابني بوتنشال ديفرنس بتوين تو بوينت؟ تقول يعني الانرجي المطلوبه الورك دان المطلوب عشان انقل الشارج مقدارها وزنها 1 كولوم فروم بوينت تو انذر بوينت او سايد الباتري. هو ده معنى كلمه بوتنشال ديفرنس. يبقى البوتنشال ديفرنس طول الشفره بنعتبره الانرجي المطلوبه عشان ازق الشارج مقدارها 1 كولوم فروم بوينت تو انذر بوينت او سايد الباتري. الانرجي المطلوبه عشان ازق الشارج مقدارها 1 كولوم فروم بوينت تو انذر بوينت او سايد الباتري. البوتنشال ديفرنس رمزه في كابيتال. الورك دان يعني الانرجي, الورك دان يعني الانرجي رمزها دبليو وكيو اللي هي الكوانتم تشارج. الفي ده البوتنشال ديفرنس بين التو بوينت, دبليو ده الورك دان وكيو ده الكوانتم تشارج. بالرياضه يا جماعه بالرياضه امتى الفي تساوي الدبليو بالظبط؟ امتى الفي تساوي الدبليو بالظبط؟ الفي تساوي الدبليو بالظبط امتى؟ لما تبقى كيو 1 كولوم. لما تبقى كيو 1 كولوم هقول الديفينيشن تاني من القانون. الفي هتساوي الدبليو بالظبط لما هتبقى كيو 1 كولوم. يبقى البوتنشال ديفرنس بين تو بوينت ايكوال الورك دان نيدد او الانرجي نيدد تو ترانسفير تشارج تو لها 1 كولوم فروم بوينت تو انذر بوينت او سايد باتري. الفي بتساوي الدبليو بشرط ان كيو تبقى ب 1, ان كيو تبقى ب 1 كولوم. يبقى البوتنشال ديفرنس هو الورك دان نيدد الانرجي نيدد تو ترانسفير تشارج اوف 1 كولوم فروم بوينت تو انذر بوينت او سايد الباتري. هتلاقي ناس من زمايلك يقول لك ما تحفظش الديفريشن, ما في امتحان مش هيقول لنا الديفريشن, مش هيكتب الديفريشن ولا حاجه. يقول لك ده الكلام كلامهم صح, كلامهم صح, بس هو هيجيب هو الديفريشن المكتوب ويجيب لك كذا حاجه ويقول لك الديفريشن ده بتاع مين من دول, فيبقى برضه لازم تبقى حافظه, برضه يبقى لازم تبقى حافظه. البوتنشال ديفرنس هو الورك دان نيدد تو ترانسفير تشارج اوف 1 كولوم فروم بوينت تو انذر بوينت او سايد الباتري. البوتنشال ديفرنس في رمزه فولت او يتقاس بفولت, الميجرنج يونت لو الفولت. البوتنشال ديفرنس بقيسه بالفولت. الورك دان يعني الانرجي بقيسها بالجول. الكيو الكوانتم تشارج وبقيسها بالكولوم, بقيسها بالكولوم. يلا كده نعوض. كان في بتساوي في كانت بتساوي دبليو على كيو, في بتساوي دبليو على كيو اللي تحت العوض, في بتساوي دبليو على كيو. الفي بتتقاس بالفولت والدبليو بتتقاس بالجول والكيو هي الورك دان, كيو هي الورك دان. يبقى الفولت بيساوي جول على كولوم, الفولت هيساوي جول على كولوم. يبقى لو جه قال لي عرف الفولت, عرف الفولت فاين الفولت, لازم الاول تقول لي الفولت ده جاي مع مين, ده ابن مين الفولت ده. قول لي الفولت ده البوتنشال ديفرنس وين ورك دان اوف 1 جول نيد تو ترانسفير تشارج اوف 1 كولوم فروم بوينت تو انذر بوينت او سايد باتري او سايد باتري او سايد باتري. خد بالك لما اعمل حاجه بالاحمر يبقى دي خطر, لازم تقول او سايد باتري او سايد باتري. البوتنشال ديفرنس دي بقيسه بالفولت, الورك دان بقيسه بالجول, الكيو بقيسها بالكولوم. يبقى الفولت بيساوي جول على كولوم. ويبقى الفولت الديفريشن بتاعه لازم يقول لك عارف الفولت, قول الاول الفولت ده بتاع مين ده؟ ده جاي مع مين الواد الفولت ده؟ ده الفولت ده البوتنشال ديفرنس. الفولت ده البوتنشال ديفرنس وين؟ ورك دان اوف 1 جول نيد تو ترانسفير تشارج اوف 1 كولوم فروم بوينت تو انذر بوينت او السايد او السايد او السايد. الفولت ده البوتنشال ديفرنس وين ورك دان اوف 1 جول نيد تو ترانسفير تشارج اوف 1 كولوم from point to another point outside 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 البيت. What mean to boy؟ يعني ايه البوتنشال ديفرنس 6 فولت؟ يعني ايه البوتنشال ديفرنس 6 فولت؟ 6 فولت هتخلي اللي تحت ب 1 على طول تحت ب 1. 6 فولت يعني 6 جول على 1 كولوم. 6 فولت يعني 6 جول على 1 كولوم. يعني ايه البوتنشال ديفرنس 6 فولت؟ It means that work done of 6 جول. It means that work done of 6 جول needed to transfer a charge of one column from point to another point outside outside outside.
60 فولت it means that work done of 60 joules needed to transfer charge of one column from point to another point outside the battery. What means by? يعني ايه work done 20 joules needed to transfer charge of four column between two point. يعني ايه work done of 20 joules needed to transfer charge of four column between the two points. ده كده what means by في ارقام. في رقمين لازم يبقوا رقم واحد اقول له الدبليو 20 جول والكيو 4 كولوم البوتنشال ديفرنس في دبليو على كيو الدبليو 20 والكيو 4 20 على 4 5 يبقى اتنين ذات البوتنشال ديفرنس بين 2.5 فولت اتنين ذات البوتنشال ديفرنس 5 فولت اتنين ذات البوتنشال ديفرنس 5 فولت يبقى كمان مره يعني يا جماعه الكترونيك يعني شارج ماشيه في الواير الشارج ماشيه في الواير يعني ايه الكتريك كارنت انتنسي تقول لي دي كميه الشارج اللي ماشيه في الواير في الثانيه الواحده دي كميه الشارج اللي ماشيه في الواير في الثانيه الواحده طيب يا جماعه الشارج عشان تمشي مش تحتاج انرجي هتمشيها تقول لي محتاجه انرجي محتاجه ورك دون والله الوان كولوم الشارج اللي مدالها وان كولوم عشان تتحرك من النقطه الثانيه محتاج لها ورك دون محتاج لها انرجي ايه هي الورك دون او الانرجي المطلوبه اسمها البوتنشال ديفرنس ويبقى البوتنشال ديفرنس هو الورك ده اللي نيديد تو ترانسفير الشارج اوف ون كولوم فروم بوينت تو انذر بوينت اوتسايد الباتري الحصه دي بس اللي فيها الديفينيشن كتيره بعد كده كلها مسائل شابتر 1 بالمناسبه كله مسائل كل شابتر 1 كله مسائل دمها زي العسل يعني مسائل حلوه جدا مسائل دمها زي العسل بتاعت شابتر 1 ايه الشرط المطلوب عشان كارنت يعدي بالسيركت عشان انه الكارنت يمشي في السيركت شرط ان لازم يكون السيركت كلوز يعني ايه سيركت كلوز؟ يعني السيركت مش مقطوع الكارنت اللي يمشي في الواير لازم يكون السيركت سليم لو السيركت بتاعنا مقطوع من جوه اوقات كده عندنا واير في البيت الغلاف بتاعه بلاستيك من بره ومن جوه النحاس لو النحاس اللي جوه ده اتقطع مش هيمشي فيمشي الكارنت يبقى دي اسمها السيركت ما يبقاش مقطوع كلمه السيركت مش مقطوع بالانجلش اسمها سيركت اسكروز السيركت اسكروز يعني السيركت مش مقطوع وعشان الشارج تمشي في الواير كمان لازم يكون الواير ده بيتوصل بالباتري. بس والباتري كمان يكون في ايه؟ جواها انرجي. ما تجيبليش يا باشا بطاريه فاضيه وتوصلها باتنين واير ولمبه وتقول لي ما اللمبه ايه ما نورتش. ما اللمبه ما نورتش انت جايب سلك سليم ما فيهوش حاجه وجايب بطاريه وحاططها بس البطاريه انت جايبها دي فاضيه. فبالتالي ما بيمشيش الكرنت. يبقى شرط ان الكرنت يمشي في سيركت لازم يكون السلك بتاعها مش مقطوع. السيركت مش مقطوع يعني السيركت از كلوز الحاجه الثانيه ان السيركت دي تحتوي على باتري وخلاص لا مش باتري وخلاص باتري هاز بوتنشال ديفرنس باتري هاز انرجي هاز بوتنشال ديفرنس لو قلت باتري وبس على طول الراجل هيروح قايل لك ويقول لك باتري طب بطاريه فاضيه مش همشي تشارج عشان بطاريه فاضيه لازم يبقى سيركت كلوز يعني السيركت مش مقطوع وان يكون البطاريه المحطوطه بطاريه شغاله اكتف نشطه فيها بوتنشال ديفرنس جواها وفيها انرجي جواها. مش عارف انا قلت يعني كل حصه كل ناسي بس كل حصه يبقى في امتحان. قبلها كده بساعه على الواتساب ابعت لك امتحان الكتروني. بتروح انت حله بيبقى كله اختيارات. بتروح حله وبعته لي تاني على الواتساب برضه. ده يكون بس حد ما سمعنيش. واجب عندك في واجبين. واجب الشيت اللي انت واخده مني بتاع الواجب ده الشيت دوت الواجب فيه كله محلول ورق. في واجب تاني بقى الكتروني ببعته لك مش محلول بقى ده بتدوني انا اصححه ده بتدوني انا اصححه تبعته لي برضه على الواتساب وانا بصححه يعني بتاخد واجبين واجب محلول واجب مش محلول المحلول او عندك اجابته ورا ما فهمتهاش ارجع لي اما اللي هو تاني الالكتروني ده ما سمعتش حله انت بتحله وتبعت لي وانا اصححه وارجعه لك تاني لا يكون بس ايه حد ما سمعش الكلام ده ولا حاجه ايوه هو مثلا الامتحان اللي هو بيتبات يوميا ده ما ينفعش يتبات قبليها بشويه عشان لو في حد مش موجود او مش عارف يحله قبليها بساعه بالظبط يعني اصل مش انت عارف احنا في البدايه لسه في الاول فتبص تلاقيها هياخد 10 دقايق في الاول ما احنا لسه ما خدناش حاجه واخد بالك طب نتفق على حاجه ثانيه ماشي طب عندك امتحان قبل الحصه ابعتوا لي اي وقت بعد الحصه ينفع كده ولا ما ينفعش تاني عشان الصوت قطع بقول لك الامتحان هبعته لك قبل الحصه حله وابعته لي اي وقت بعد الحصه تمام ماشي يمشي معاك كده ولا ايه تمام
واهم حاجه يا جماعه بالمناسبه، انا بحب الطلبه اللي هم بيشتغلوا اونلاين بيبقوا جادين، يبقى طالب جاي فين عايز يستفيد، حافظ على وقته، حافظ على فلوسه من المواصلات اللي بيفضل يرتبها. يقول لك اصل السنتر، السنتر انت عايز بس السنتر بقى عشان بقى صاحب الناس بقى وتاخد فلوس السنتر وتلعب بيها بلاي ستيشن وبتاع وحاجات كده، بيبقى مش كويسه بعضهم يعني مش كويس. لكن بتوع الاونلاين دول بيثبت 100% عيال شاطره، عيال كويسه جدا. كان معايا السنه اللي فاتت وحياه ربنا مجموعتين اونلاين، عيال كانوا كلهم فلاوده كلهم. ونفسي اعرف بس نتيجته ايه، نفسي اعرف النتيجه بتطلع ان شاء الله. بيبقوا جادين الاونلاين ده جد. اليونت اوف ميجرنج ما تخافش مش هديك النهارده كتير يعني، يعني في الحته دي وخلاص عشان احنا لسه اول مره يعني. اليونت اوف ميجرنج البوتنشال ديفرنس قلنا اللي هو الانرجي اللي بتزق الشارج وتمشيها في الواير من نقطه لاخرى. حلو قوي كده انك تفهم الحاجه معناها ايه. قلنا البوتنشال ديفرنس ده الانرجي المطلوبه، ده الورك دان المطلوب عشان ازق الشارج تقول لها 1 كولوم من نقطه لاخرى من نقطه لاخرى. طيب البوتنشال ديفرنس بيقيسه بالفولت، لو يونت ثانيه ميلي فولت، ام سمول كده في كابيتال ده ميلي فولت. يونت ثالثه مايكرو فولت لو هي بالميلي يبقى 10 باور نيجاتيف 3 بقت بالفولت، لو هي بالمايكرو بقت 10 باور نيجاتيف 6 بقت بالفولت. مثال 5 ميلي فولت، 5 ميلي فولت استبدل الميلي ب 10 باور نيجاتيف 3 بقت 5 في 10 باور نيجاتيف 3 فولت. بوتنشال ديفرنس 7 مايكرو فولت يبقى 7 تايم 10 باور نيجاتيف 6 بقت بالفولت. التحويلات نحفظها حتى لو على حساب اسمنا، التحويلات دي مهمه جدا، اي خطا بيبوظ الخطا النهائي، وده اكبر عيب في النظام الجديد ان بقى الخطوات ما عليهاش اي درجات، الخطوات بتاعت المساله ما عليهاش اي درجات. والله العظيم دي حاجه تحزن ان الواد يبقى طالع عينه حل المساله وعمال يحل وسط نص صفحه بس معلش التيرم اللي فيها عملها تيرم 6 راح مطلع رقم غلط. هو ملوش دعوه بقى بصح الامتحان دلوقتي، ملوش دعوه بالرقم الاخير، هو بيشتهي راحته هو. انت بقى غلطت في السكه، ده غلطتك انت، فبالتالي التحويلات دي ما كناش بنأكدها قوي نقول لها عادي نص درجه ولا حاجه. لا دلوقتي بقت تبوظ الدنيا خالص. فولت ملي فولت مايكرو فولت، الملي فولت ام سمول في، المايكرو فولت مايكرو فولت في دي. ده 10 بوليف 3 وده 10 بوليف 6. البوتنشال ديفرنس بيقيسوا جهاز اسمه الفولتميتر، اسمه الفولتميتر هناخده بالتفصيل في شابتر 2، هناخده ان شاء الله لو ادانا عمر ربنا بالتفصيل في شابتر 2. هننزل الفولتميتر ده ازاي بيقيس البوتنشال ديفرنس، بيتكون من ايه جوه، الشارج بتمشي جوه ازاي بيقيس علينا في شابتر 2 ده ان شاء الله. دلوقتي بس يعني انا بقول لك البوتنشال ديفرنس يا ابني والنبي، البوتنشال ديفرنس بيقيسوا ايه؟ تقول لي بيقيسوا يا مستر بجهاز اسمه الفولتميتر. الفولتميتر ده بيركب ازاي؟ بيركب ان بارلل ده كده اسمه ان بارلل. افتكروا الاميتر كان هنا، الاميتر كنت بركبه ان سيريز يعني في السكه، اما الفولتميتر بركبه ان بارلل. ليه ده بوصله سيريز وليه بوصله بارلل؟ ان شاء الله في شابتر 2. الاميتر كنا بنحطه هنا يقيس عده الشارج المعديه عليه في الثانيه، فكان الاميتر بيتحط هنا في الناحيه دي، اما الفولتميتر بيركب كده فوق. ده كده اسمه الفولتميتر بيتوصل ان بارلل، الفولتميتر بيتوصل ان بارلل بينما الاميتر بيتوصل ان سيريز. السبب في شابتر 2، السبب في شابتر 2. او لو فيكم حد شاطر كده عشان اعرف الاسامي، ليه الاميتر بوصله سيريز يا جماعه؟ مين يجاوب؟ ليه الاميتر لازم اوصله سيريز؟ ايه؟ الاميتر لازم اوصله سيريز عشان الشارج تخش جواه تتعد كم الشارج داخل جواه في الثانيه والمؤشر يتحرك ويديني الرقم. يبقى الاميتر بوصله سيريز اهو، عشان كده وهتلاقي الكلام ده بقى مش مكتوب في الملزمه دي، ملزمه شابتر 2. طب ليه الملتميتر بوصله بارلل؟ انت يا ابني عايز البريكسر تفضل يقيس الانرجي بين النقطتين، الانرجي بين النقطتين يبقى ادي نقطه وادي نقطه، يبقى احط الفولتميتر طرف منه على النقطه ديت وطرف الفولتميتر الثاني احط على النقطه ديت. انا عايز اعرف البوتنشال ديفرنس بين النقطه دي والنقطه دي، عايز اعرف البوتنشال ديفرنس بين النقطه دي والنقطه دي. يبقى طرف الفولتميتر عند النقطه الاولى وطرف الفولتميتر الثاني عند النقطه الثانيه. يبقى هنا شوف هنا عشان انقل الشارج من هنا لغايه هنا هحتاج انرجي قد ايه؟ الفولتميتر هو اللي بيحسب الانرجي، بيحسب الورك دان، يعني بيحسب البوتنشال ديفرنس، بيحسب البوتنشال ديفرنس. لو جيت قلت لك الاوضه ديت مثلا فيها 30 طالب وكل طالب معاه 10 جنيه، كل طالب معاه 10 جنيه، يبقى الاوضه دي فيها فلوس قد ايه؟
هدول 30 طالب وكل طالب 10 جنيه، يبقى الفلوس اللي هو هيبقى عباره عن الايه عدد الطلاب في اللي مع الواحد، يعني هيبقى 30 طالب في 10 جنيه 300 جنيه 300 جنيه نفس الكلام. انا عندي الشارج ماشيه في الواير، الشارج ماشيه في الواير، الكترو ماشيه في الواير، ممكن اقول كوانتم الشارج التوتال، الكوانتم الشارج التوتال في الواير، الكوانتم الشارج التوتال في الواير. مش ينفع اقول ان في دي الان عدد الالكترون والاي للشارج بتاع الالكترون الواحد. اما اقول الكيو بتساوي ان في الاي، الكيو ده كوانتم تشارج، الان ده عدد الالكترون، واي للشارج اوف 1 الكترون، للشارج اوف 1 الكترون في النمبر اوف الالكترون يدوني التوتال تشارج. للشارج اوف 1 الكترون في عدد الالكترون يديني التوتال تشارج 10 جنيه في 30 طالب، 10 جنيه في 30 طالب يبقى 300 جنيه. يبقى كوانتم تشارج بيساوي كيو ان في اي، الان عدد الالكترون المعديه في الواير، واي التشارج اللي بيحملها الكترون واحد، اللي بيحملها الكترون واحد. يبقى كوانتم تشارج كيو عدد الالكترون في اي، عدد الالكترون في اي للشارج اوف 1 الكترون، للشارج اوف 1 الكترون، للشارج اللي بيحملها الكترون واحد. يبقى 1.6 تايم 10^19 كولوم. الرقم ده جبناه منين؟ ما لكش دعوه جبناه منين. ده كونستانت، هو بيدولك المسائل، هو هيدولك المسائل بس انت تحفظه من كتر ما هتفضل تشوف 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 وقت تمسح حفظته. الاي ده الشارج اللي بيحملها 1 الكترون. الاي دي الشارج اللي بيحملها 1 الكترون، بيبقى الالكترون الواحد شايل الشارج نوع نيجاتيف ومقدارها 1.6 تايمز 10^19 كولوم. الشارج ده خجاني كده اللي ماشي بالستيب دي كميتها دي، الشارج ده تقول لي عد لنا كام الكترون عدوا في الشارج بتاع الالكترون الواحد. شوف لنا كام الكترون عدى في الشارج بتاع الالكترون الواحد. عدد الالكترون في الشارج بتاع الالكترون الواحد، الشارج بتاع الالكترون تبقى 1.6 تايمز 10^19 كولوم. 1.6 تايم 10^19 كولوم ده يجي في المسائل. يبقى احنا النهارده كده قبل ما نشطب خدنا ثلاث قوانين، ثلاث قوانين. الاي بتساوي كيو على سي، الاي ده الكرنت انتنسي، الكيو ده الكوانتم تشارج بتاعت الكولوم، وجي التايم اللي بتقاس بالسكند، الفي بتساوي دبليو على كيو. الفي ده البوتنشال ديفرنس، دبليو دي الورك دان يعني الانرجي الجول، على كيو دي الكوانتم تشارج بالكولوم. والقانون اللي استخدمه طازه دلوقتي كيو بيساوي ان في الاي، الان عدد الالكترون وايه التشارج اوف 1 الكترون، عدد الالكترون في التشارج اوف 1 الكترون، التشارج اوف 1 الكترون. تعالى نعمل عليها ثلاث مسائل. حاجه بقى ثانيه عشان تبقى عارف ان بالنسبه لنا الفيديو ده بيتساب لاخر السنه، يعني شوف ده يقول لك بسيبه يومين وواحد يقول لك بسيبه اسبوع، لا انا بسيبه طول السنه، يعني طول السنه ما بمسحش حاجه، ما بمسحش حاجه. تقول لي طب يا مستر ما يفضل يبص فيه، ما يبص فيه يا اخي، ما يبص فيه ويتعلم. هو انا جايبه عشان اسيبه له اسبوع وبعدين حب اشوفه تاني ابيعه له بقى تاني، ابيعه له مرتين؟ لا، الفيديو ده هيوصلك على الفجر، الحصه دي تسجيلها فيديو هيوصلك على الفجر النهارده ان شاء الله، توصل على الفجر النهارده ويبقى معاك ده. هنقول كده ده ليسون 1 ليسون 2 بعدها ليسون 3 وهكتب لك ده في الملزمه من صفحه كام لصفحه كام، بحيث في اي وقت وانت بتذاكر من الملزمه كنت في صفحه 17 كده لقيت حته مسمى في صفحه 17 بسرعه كده هسوق على اللابتوب، ويا ريت يرد شويه على اللابتوب بلاش موبايل، موبايل هيبقى خطوط صغيره هتبقى مزعجه بالنسبه لكم، بس انت حر لازم ما تكونش ماسك لابتوب ولا حاجه. هتلاقي انت على صفحه 17 في حته مش فاهمها، هتروح جاي كده في الليسته معروفه الفيديوهات هي موجوده، هي ده الفيديو ده من 10 ل 17، ده الفيديو ده من صفحه 50 لصفحه 60، ده عنوان الفيديو ده كذا، بحيث في النهايه يبقى الحصول للمعلومه سهل جدا وهتفضل معاك لاخر يوم في السنه، ما بشيلش فيديوهات تانيه. انا راجل عارف ربنا، مش هم الفلوس خالص، يعني الفلوس دي اخر حاجه اللي اهتم بيها وفي ظل مصلحه الطلبه. يبقى الاي بيساوي كيو على تي، وفي دبليو على كيو، وكيو بيساوي الان في الاي. مسائل سهله جدا. في الاول في عندنا كم شوز كده بسرعه. الشوز بقول لك ورك دون، ورك دون 12 جول مطلوب عشان يمشي كارنت مقداره 0.8 امبير. الكارنت ده يمشي في الواير لمده 0.5 مينيت. يقول لي يبقى البوتنشال ديفرنس بيساوي ايه؟ البوتنشال ديفرنس بيساوي ايه؟ البوتنشال ديفرنس بيساوي ايه؟ هروح جاي كده كاتب، سيبك بقى من الاجابه، سيبك من الاجابه. هو قال لك الورك دون 12 جول الكرنت انتنسي 0.8 امبير التايم 0.5 مينيت، ما بيشتغلش بالمينيت، يبقى 0.5 في 60 يبقى 30 سكند، 30 سكند. ونبدا نحسب الفي دبليو على كيو، الفي بتساوي دبليو وكيو اي في تي، الدبليو 12 والاي
0.8 والتايم 30 يبقى نحسب البوتنشال ديفرنس يطلع 0.5 فولت. يبقى اختار من دول 0.5 فولت. هي الحقيقه دي الحل الصح. مديني ورك دان 12 جول، مديني كارنت 0.8 امبير، مديني تايم 0.5 مينيت. ما ينفعش اشتغل بالمينيت، احولها سكند 30 سكند. ويبقى الفي دبليو على كيو، الدبليو على كيو اللي هي الاي في تي، الدبليو 12 والاي 0.8 والتي 30 يطلع لي نص فولت. طبعا كانت تبقى مصيبه سودا لو انت ايه ما حولتش التايم. لو ما حولناش التايم كانت المشكله هتبقى هنا 0.8 و0.5، الرقم بيبقى غلط، الرقم بيبقى غلط. لا ناخد بالنا، ناخد بالنا من التحويلات. بص المساله، معلش مثلا ثانيه شويه، المساله بعدها. ايوه هو مش حضرتك في القانون اللي فات كان اللي هو كيو بان باي اي؟ ارد عليك اذا اول اوقات انت تطوع فاتله بما يستطاع. الكيو ليها قانونين، الكيو الرئيسي ليها قانونين، تمام. الكيو اي في تي تمام، وكيو ان في اي. على حسب الديفن استخدم انهي فيهم. لو ان في اي ما عنديش ان، هي دي القدس محفوظه بس ما عنديش الان. فمعلش الكيو ليها قانونين في النهارده، الكيو اي في تي او كيو ان في اي. ما عنديش كيو ان في اي في المسائل الجيفن، يبقى مضطر ان انا استخدم الكيو اي في تي. الاي في تي بص لك اسئله حلوه جدا والله، بحب اسمعها، احس ان كده صاحي. طب يا مستر سؤال بعدين. قول. هل ده معناه ان الاي في تي ايكوال الان؟ ايوه، اي في تي ايكوال ان في اي، مش انت عايز تقول عليه؟ تمام. اي في تي ايكوال ان في اي. تمام ماشي ماشي. وبرضه اللي ما استخدم القانون ده مضطر، ما انا معيش ما عنديش غيره يعني، مش هقدر دلوقتي بين ان وهنا اي. الاي محفوظه 1.6 تايم 19 كولوم، ولكن الان مش عندي. اذا امرت ان تطوع فامر بما يستطاع. دي اول واحده. اللي بعدها بيقول لي اذا كان 2 تايمز 10 بار 21 الكترون عدوا في الكوندكتور يورينج 50 سكند، ده 2 في 10 بار 28 الكترون عدوا في الكوندكتور خلال 50 سكند، اني الكترون شارج قيمته ده كونستانت 1.6 تايم 19 كولوم. عايز نحسب له الكرنت انتنس، عايز نحسب له الكرنت انتنس، عايز نحسب له الكرنت انتنس. في الاول ده مين؟ ابص كده سر 2 في 10 باور 21 الكترون، يبقى ده الان، ده عدد الالكترون 2 تايمز 10 باور 21 الكترون، يبقى ده عدد الالكترون، ده ان، ده كده ان. يبقى ادي كده اقول هنا اهو الان هي 2 تايمز 10 باور 21. الاي جيفن واوقات ما يدركش، بيعتمد انت ايه كونستنت حفظته خلاص 1.6 تايمز 19. وبعد كده هو التايم تي، التايم تي كان 50 سكند 50 سكند اهو، هو عايز تحسب له الكرنت انتنسي، تحسب له 6.4 امبير. تاني الاي بتساوي كيو على تي، الاي بتساوي كيو على تي، كيو ان في على تي، الان 2 تايمز 10 باور 21 الكترون، والاي 1.6 تايمز 10 باور 19، والتايم 50 سكند يطلع الانسر 6.4 امبير، 6.4 امبير. اوقات الولد يقف قدام الرقم ده كده ما يبقاش عارف هو ده مين، ما بيش عارف الرقم ده هو ده مين. قال لك 2 في 10 باور 21 الكترونز، يبقى دي عدد الالكترون، يبقى دي عدد الالكترون، دي عدد الالكترون 2 في 10 باور 21، والاي جيفن ده على طول، والتايم 50 يبقى 6.4. بص لها كويس كده قبل ما ننقل على اللي بعدها، واوعى تتكسف تسال، اوعى تتكسف وانت بتذاكر ال 24 ساعه انا موجود. حاجه رقم غلط، حاجه عايز تفهمها كده بسرعه، انا قاعد 24 ساعه على الواتساب. اسال زي ما انت عايز، حاجه كبيسه يبقى هنعملها ايه الثلاث او الخميس في الحصه اللي هي بتاعت الايه. انا ببقى موجود بقى في الثلاث والخميس من 8 ل 10 موجود، للي عنده حاجه مش فاهمها، اللي عنده مساله مش عارفها، اي حاجه ثلاث وخميس انا موجود. مستر اللي هي السبت دي ماشيه زي ما هي. بالمناسبه السنه دي والله العظيم اول حصه مراجعه عندنا السنه دي كانت 1/4، يعني اول حصه مراجعه كانت 1/4، قعدنا نراجع اكثر من شهرين يعني. مساله بيقول لي الالكترون شارج 1.6 تايمز 10 و 19 كولوم، بيقول لي عدد الالكترون اللي موجوده في ال 1 كولوم. كان نفسي حد فيكم يسالني السؤال ده في وقتها، يا مستر هو انت بتقول كميه الشارج تقول لها 1 كولوم، عايزين نقلها من نقطه لاخرى، فكان ده هو ده البوتنشال ديفرنس. كان نفسي حد يقول لي يا مستر يعني ايه 1 كولوم؟ 1 كولوم دي عباره عن كميه من الالكترون عددها لما نحسبها تطلع 6.25 تايمز 10 باور 18، معلش 20 دي 18، التويت في الشيت صح، الشيت صح، الشيت اللي معاك متجه صح،
هو بس نسخ ال الكمبيوتر اللي احنا بنقرا دي باور اي سي دي اي سي اللي كنا بنحسبها. لكن عندك في الشيت صح بيقول لي ال1 كولوم ده الشارج بيطلع 1 كولوم، يبقى يا جماعه فيها كام الكترون؟ الشارج تقلها 1 كولوم، يبقى جواها كام الكترون؟ اقول والله الان بتساوي كيو على ايه؟ ما كيو كانت بتساوي ان في دي الان كيو على ايه؟ كميه الشارج 1 كولوم. الشارج بتاعت الالكترون الواحد 1.6 تايمز 10 بوينت 19 يطلع عدد الالكترون اللي جوه الشارج تقلها 1 كولوم 6.25 في 10 باور 18 الكترون. يعني ال1 كولوم دي فيها جيش من الالكترون، جيش من الالكترون، كميه رهيبه من الالكترون، كميه رهيبه من الالكترون جواها الواحد كولوم جواها. ويا ريت الرقم ده نحفظه، يا ريت الشيت معمول صح، يا ريت تحفظ ان الواحد كولوم تعادل، الواحد كولوم تعادل، الواحد كولوم تعادل 6.25 في 10 باور 18 الكترون، في 10 باور 18 الكترون. ده بقول لك الشارج 1 كولوم اسهل من ان اقول لك الشارج مقدارها 6.25 في 10 باور 18 الكترون فروم بوينت تو انذر بوينت او سايد الباتري. كان بيبقى الديفريشن هيطول شويه، ده هو كان لخص عليك ال1 كولوم ده جواه 6.25 في 10 باور 18 الكترون. يبقى في اي وقت الشارج مقدارها 1 كولوم تقول لي يعني الشارج جواها 6.25 في 10 باور 18 الكترون، 10 باور 18 الكترون. خلصنا النهارده الحصه بتاعت النهارده كده، هنقف هنا اهو، والحصه الجايه هنبدا نكمل الريزستنس اوف الواحد. الزيف الورد هتبقى يو اس اف الجاي، اما الثلاث والخميس بامر ربنا من 8 ل 10 هبقى موجود على الزوم. اي حد وقف معاه حاجه نسي حاجه انا شرحتها مع ان الفيديو هيبقى معاك، يعني ممكن يسمعها تاني من الفيديو، سمعتها تاني من الفيديو ما فهمتهاش قول لي على طول، لان احنا من الناس ما ورناش غير الفيزياء، ما ورناش غير الفيزيكس، مش اي حاجه تاني بتشغلنا غير الفيزيكس. الكوره بقت زي الزفت وبتاع مش حلو قوي، الفيزيكس هي اللي بتسالنا دلوقتي. قبل ما اخرج اي استفسار بالليل بقى بعد ما تصحى من الصبح هتلاقي واصل لك، بعد ما تصحى الصبح هتلاقي واصل لك الفيديو بتاع الحصه، الفيديو بتاع الحصه متسجل وهو ببعت لك الراجل بتاعه، هتلاقيني بعت لك الواجب الالكتروني، الواجب الالكتروني وواجب الشيت، هقول لك من صفحه كام لصفحه كام الحل، الشيت اللي هو معاك انت واخد من الشيتين، شيت شرح وشيت حل، شيت الحل هقول لك هتحل من صفحه كذا لصفحه كذا، وورك تاني الكتروني ده هتفضل تختار وتبعته لك، والفيديو بتاع ده هيجي لك على الفجر ان شاء الله كده، اصحى الفجر اصحى الفجر واعمل لك الحاجات كلها، وبعد تصحى الصبح انت الساعه 8 ولا حاجه تلاقي الحاجات كلها جاهزه معاك. لو ليك بقى استفسار او سؤال في اي حاجه اسالني في اي حاجه قبل ما نقفل، اي حاجه اي حاجه مستر معلش سؤال برضه. انا ورايا درس في السنتر يوم الثلاث، ف خلاص يا حبيبي ماشي انت وانت بتذاكر فيزيكس وقفت معاك حاجه قول لي في ساعتها. تمام فاهم، انا قول لي في ساعتها خلاص، مش يعني مش هيكون حصه زوم يعني ما يعني يا عم انا تعالى وانت زوم لوحدنا ما يجراش حاجه خلاص ماشي حاجه، انا وانت زوم لوحدنا ماشي بس الموضوع موضوع بسيط جدا مستر ابسط مما تتخيل، واخد بالك؟ ليه بقى في هو حصه الثلاث والخميس دول هتلاقيهم في بدايه الشغل، في البدايه مش هتلاقي عليهم اقبال قوي لان المنهج لسه ما بص، يعني بعد شويه بقى تلاقي الدنيا هتحط، فهتبقى محتاج بقى حاجه بقى ايه تظبط لك الدنيا، فدول موجودين. عندك مشكله من الثلاث تعالى الخميس يا عم وانت بتذاكر ان شاء الله حتى يوم الاثنين الساعه 1 بالليل وقف معاك حاجه هتلاقيني انا على الواتساب نور الليل هبتدي معاك على طول ساعه، يعني حته ان عندك مشكله ونختار لها وقت ايه نصلحها فيه موضوع اسهل من اي اكثر مما تتخيل. يعني ما ورناش غير الفيزيكس الحمد لله، ما ورناش غير الفيزيكس. اي حد سؤال ثاني؟ ايه؟ سيف انا برضه يا سيف مش عارف في عندك حاجه مش مظبوطه في الاتصال بتاعك، انا مش شايف عندك كاميرا بس مش مهم يا مستر كنت سامعني كويس. اي سؤال تاني؟ انا سامع حضرتك محمد يا مصطفى، محمد يا مصطفى اي سؤال؟ لا يا مستر تمام كله سلام والله. فرينا هاني لو عندها سؤال لو تسمع عشان الصبيان بتاعه ولا يهمك، وقف معاك حاجه ان شاء الله حتى الساعه 4 الصبح اكتبي على الواتساب تاني الساعه 4 هرد لك عليه. لا ده يا مستر ولا حاجه. طيب خلاص كده عشان خاطر تذاكروا اول باول، ذاكروا اول باول هتلاقي العمليه بقت زي الفل، يعني هتذاكر اول باول هتلاقي الفيزياء وضعها عظيم، هتلاقي سهله وحلوه والمزامير معاك فيها اسئله كتير جدا، والسنه اللي فاتت المعاصر خليناه والله العظيم تطبع خليناه كله فيديو، يعني المعاصر بتاع السنه اللي فاتت حل كله فيديو، اللي بنك المعرفه الحل كله فيديو، بخلاف اللي هو الواجبات بتاعتنا اصلا بعتها لك وانت اخره كده خلاص شاكرين جدا. صح هيك سامعني كده صح؟ ايه؟ كده حضرتك سامعني صح؟ سامعك كويس جدا.
تمام عشان بتاكد من موضوع الواي فاي. مشكلتك مش الصوت, مشكلتك الفيديو, الكاميرا بتاعتك مش شايفها, وديت الكاميرا فين يا سيف؟ ماشي اوكي, ما هو على يمين الصوت, يمين الصوت يعني لما بتشغل اي حاجه فيديو بيبقى كتير قوي على الديت في مصر فبتبص على الفيديو اكتر, لكن هو كده بيبقى اصوات بس بيبقى اسهل شويه. اتمنى ان ما اكونش عيبت عليكم, والحاجات اللي بتصلك الواجب والحاجات كلها بتصلك على الفجر, فجر ان شاء الله يكون معاك الحاجات كلها, ويبقى نشوفكم رسمي والسبت الجاي. اما الثلاث والخميس اللي عنده مشاكل, اللي عنده مشاكل في الاول هيبقى الاجبار عليهم قليل, في الاول هيبقى الاجبار عليهم قليل, لكن لما العمليه بقى تكبر وتوسع وبتاع هتلاقي عليها بالضغط بالضرب يعني. بس كده اشكركم وربنا يوفقكم ويديكم كل خير. شكرا لكم. سلام يا مستر, تحت امرك. Thank you.